نيجي بقى لمرحلة عزل الإخوان. 30 يونيو 3/7 26/7 وما بينهم من أحداث شغب وعنف وما شابه، وما تلاهم من أحداث شغب وعنف وحرق وكل اللي احنا شفناه. فبنرجع تاني لنفس الأجواء اللي متقال عنها في النبوات، أحداث وهرج ومرج وقتل وأهل شر، وهناك من يحاربهم وهناك من وبدأت هنا نخلة الحنظل في طرحها النهائي، أن تقدم طرحها النهائي. ولكن الطرح المرة دي كان بأسلوب احترافي شوية، رغم يعني نقول ايه هشاشته الإجمالية وركاكته الفكرية، لكن في النهاية كان في يعني أداء مرسوم للطرح ده. طبعا هنستعرضه دلوقتي وهنخش بقى في الكلام التقيل. هو اللي فات ده ما كانش تقيل؟ لا، اللي فات كان تقيل وخطير ورهيب، بس احنا دلوقتي هنخش بقى في ليفل اعلى، ليفل الكفر والايمان. 25 يناير 2014 تم افتعال مظاهرات تأييد ومناداة لعبد الفتاح السيسي وتطالبه بالترشح. 25 يناير 2014. الفترة من عزل الإخوان لحد 2014 يناير 2014 كان طبعا سيرة الجنرال عادت للسطح بشدة، وكنا نحن وأنا أتشرف بأن أنا من أول من يعني تحدث في الأمر وأتحدث في النبوءات وأستعرضها وناقشها وحللها و و و و فكانت سيرة الصحابي والصاحب والوتيرة دي كانت عالية. لكن اللي نقدر نقف عنده دلوقتي من بعد حشد 25 يناير 2014 المصنوع، بأن كل اللي فات ده مصنوع، بأن كل اللي فات ده مصنوع في إطار محدد في يد من صنعه يقدر يتحكم فيه وقت ما هو عايز ويقدر يوقفه وقت ما هو عاوز. لكن مش هي دي الحشود ولا هي دي الجموع اللي تتكلم عنها النبوءات. النبوءات بتتكلم في حشود وجموع تطلب الخلاص، تستغيث بالله، تطلب الخلاص وتستغيث بالله لينقذها من الكوارث ومن الضيق ومن الألم و و و و دي حالة دي الحالة الموصوف بيها حركة الجموع والحشود و و و و المهم بدأ التمهيد الإعلامي عشان تقديم السيسي كصاحب لمصر مع وجود فراغ في اسم الصحابي. مين الشخص المناسب اللي ممكن نوجده كصحابي؟ وهنا لازم نقف وقفة مهمة مع حضراتكم عشان يبقى الكلام على مية بيضة وعلى نور بالنسبة لكل واحد بيسمعنا لأول مرة. الفرق بين الشخصيتين، الصحابي قلنا رجل ذو منصب وذو علم، أما الصاحب رجل بالأصل من العوام لكن وهبه الله مواهب معينة وبناء عليها يبقى مؤهل لأداء دوره. ولا صاحب، لا صاحب بدون صحابي، يعني ما ينفعش حد يقدم صاحب غير بوجود الصحابي، لان الصحابي هو اللي يقدم الصاحب او هو مظهر الرفاق، اي مظهر رفاقه ورفاق الامام، هو اللي يظهر الصاحب مصر، يظهر الحائك الطويل اللي هو الرجل اللي على ايده اكتشاف الكنوز وخزائن الارض، يكشف سيزار الكنانة، رجل مصر وبطلها الخفي اللي الناس هتنبهر بيه. واللي بيسمعنا لاول مرة مسلسل القيصر، عندك تقدر تراجع مسلسل القيصر هتفهم دور الشخص ده ايه. يظهر رجال اخرون في مصر، يظهر اليماني في اليمن، يظهر الخرساني في خراسان، يعني دوره مش مقتصر على مصر بس ولا حتى للأمة العربية فقط، ده هيترتمي اطرافه للأمة الإسلامية، يعني ده
ده الصحابي الحق، ده الدور الحقيقي مش الدور المصنوع. ففي النهايه احنا عايزين شخص بقى نلبسه القميص ده. طيب احنا دلوقتي عندنا ازمه ان الصاحب اللي احنا عايزين نقدمه هو اللي معاه المنصب، فاحنا هنعكسها بقى، هنخلي الصاحب هو اللي صاحب منصب وبرضه علم، وهنقول ان هو عنده علم عشان هو عمل ماجستير وعمل بحث مش في في الاسلام السياسي، عنده علم اهو. ونصنع صحابي يكون لديه بقى علم متعلق بتناول النبوءات وتحليلها وفك شفراتها وبتاع، ومن هنا يبقى هو ده بقى اللي بيقدم الرفاق، هطلع بقى الاسرار من النبوءات وهيقدم الرفاق بما لديه بقى من علم ذهبجي عالمي جبار. طبعا هم بيعكسوا الامر تماما وبيلعبوا بيه، لان هي خطه كلها دجاليه، والدجال ظاهره عكس باطنه، ظاهره عكس باطنه، حقيقته حاجه والاسرار الداخليه حاجه. الدجال يافطه بالنيون، تلفت العين تاخد العقل، مجرد ما الانسان يدخل البوابه دخل في البزراميط. ده مفهوم الدجال، والدجال كذاب، والدجال نصاب، والدجال محتال. فيعني ده مفهوم لمعنى الدجال، عشان برضو الناس ما تبقاش ايه اللي بتسمع لاول مره مستغربه مفهوم الدجال ده، يعني ايه الدجال ده هيعمل ايه؟ مش الساحر؟ هو هيمارس السحر، بس مش السحر بتاع الاخفاء والجلجلة، لا، سحر من نوع اخر. وطبعا يعني متابعينا القدامى فاهمين انا بتكلم في ايه كويس. فاحنا عايزين شخص له مظهر براق يخدع بيه البسطاء، شوية علوم كده يعرف يستعرض بيها ويعني ياكل بيها عقول الناس، شوية شهادات من لها اسماء كده، ماجستير ودكتوراه وبي اتش دي مش عارف ايه وماستر ديجري ايه وجامعات في نيويورك ايه ولا في امريكا ايه، وحاجات من الجو ده. فما كانش فيه انسب من الكائن المصنوع برضو من وفق الماسونية العالمية، وهو احمد شاهين، هذا الدجال النصاب احمد شاهين. بس احمد شاهين قبل منه كان في خطوه مهمه لازم نبدا من عندها، من خلال جريده اسمها جريده عاجل في فبراير 2014. لكن مبدئيا لازم نحط مبدا نتفق عليه عشان اللي جاي كله هيبقى معتمد على المبدا ده. في دولنا العربيه وخاصه ومصر على راسها، وفي كافة الدول الشمولية في العالم، لا يمكن نشر أي كلمة تخص رئيس الدولة أو ملكها أو أميرها في أي وسيلة إعلامية مقروءة أو مطبوعة أو مسموعة أو مرئية أو إلكترونية حكومية يعني تابعة للدولة أو خاصة إلا بموافقة الأجهزة الأمنية. لازم الكلمة ده، الكلام اللي هيتقال عن رئيس الدولة، عن الأمير، عن الملك، عن السلطان، عن أي حد في الدول ذات الطابع الشمولي الديكتاتوري، إلا لما يمر على الأمن يقول له آه أو يقول له لأ. فدي قاعدة كده إنما إيه متفقين عليها، وأول دولة تطبق فيها هي مصر منذ أن عرفت مصر الإعلام، يعني حتى قبل ما مصر تبقى دولة شمولية، يعني قبل عبد الناصر حتى الملك فاروق وما شابه وكل دول ما تكتبش حرف الا لما الامن يقول لك اوكي انشره او ما تنشروش. ففي فبراير 2014 خرجت علينا جريدة عاجل الغراء، وهي جريدة احنا مش عارفين يعني طلعت امتى، لكن ما علينا يعني. فالجريدة في العدد بتاعها يوم في فبراير 2014 نزلت المانشيت ده: باحث مصري من أشراف آل البيت، الإمام علي اختار السيسي رئيسا لمصر. صلى على النبي، صلى على النبي. باحث مصري، مين هو الباحث المصري ده؟ مش مهم يعني، ما تسألش، من أشراف آل البيت وخلاص، والإمام علي اختار السيسي من غير ما يقول لك ايه النبوءة ولا ايه البتاعة ولا ايه اي كده. بص كده العنوان، واخد لك الشاشة، واخد لك عينك من فوق، خلاص عاجل الامام علي اختار السيسي رئيسا لمصر. فدي كانت بداية تمرير نصبايه الدجال
في سرقة الأدوار الاعتبارية لصالح رجاله المزروعة والمصنوعة. بعد كده يظهر بقى النجم أحمد شاهين، نجم التنبؤات نوستراداموس العرب، الفلكي الذهبجي اللي مفيش منه 18. نوستراداموس العرب يتنبأ، طبعا كان ده بقى ايه، مايو 2014، خلاص بقى دخلنا السيسي رشح نفسه. يعني خدوا بقى حضراتكم، فبراير 2014 ما كانش السيسي لسه اعلن ترشحه، بس الامام علي اختاره رئيس، فاحنا بنبص وبنمهد اهو. اما بقى بعد ما رشح نفسه ظهر بقى ايه الزهبجي احمد شاهين، وبدات حواراته الصحفيه تنزل واخباره تنزل على جرائد الكترونيه كتيره، من اهمها جريده فيتو. نوستراداموس العرب يتنبأ الجيش المصري يحرر القدس في 2015، والسيسي قائد الفاتحين، الكائنات الفضائية تضرب العالم، والدجال يخرج من أصفهان، الإرهاب يضرب بلد الأمن، واغتيال الوزراء. السيسي يقود النصر. والمفاجأة الأخرى التي فجرها شاهين في توقعاته أن السيسي المنعوت بالقائد الفاتح هو من يقود الجيوش المنتصرة، ونص النبوءة النادرة يقول: يا ويل ويل فتى اليهود النائح من الجواد الجامح القائد الفاتح. قيل: ومن فتى اليهود يا شيخ الدين؟ أقول: اسمه من اليمين وليس من أهل اليمين، ونداؤه مبغوض نتن الرائحة وكريها كالثوم، يدبر لينال الكنانة فتنكسر قهرا أسنانه، ويتركه كل أعوانه، فيدخل أهل مصر قدسهم ويمدحهم العالم بعد ذمهم بتقدمهم فتى الفتيان الساكن والبركان العالم بسر الأمان، ويكون الدخول بعد الآن نصر رمضان ب42 حولة، ولا حول ولا قوة إلا بالله في شمغ عدد يوفى. ويكمل الحج نوستراداموس يقول لك: كتب النبوآت كلها ذكرت، يعني أؤكد هو أن كل كتب النبوآت قالت لك مرسي الخروف يعزله الطانوف، والمصري اللي هو السيسي، الطانوف هو السيسي، والمصريون يحاربون اليهود حرب افتراس، ويحررون القدس، والإمام المهدي يخرج من مصر عام 2015. النصبايا كبيرة طبعا، النصوص اللي هو بيستعرضها صحيحة وبتتكلم عن صاحب مصر فعلا، وعن المواجهة اللي هتحصل بين مصر وبين الكيان، والحرب اللي هتكون بقيادة النتنياهو وبقيادة الصحابي والصاحب في مصر. لكن طبعا التلاعب بالنبوءة زي ما حضراتكم شايفين، وتحديد توقيتات فاتت 2015 بقى، ده 9 سنين في الكلام ده، هو بيتكلم 10 سنين مش بيتكلم امبارح، 2015 9 سنين، ان السيسي هو اللي هيحرر القدس، هو صاحب مصر بقى، وهو اللي هيظهر الامام. وهو اللي هو كل حاجه بقى، يعني الفتح الجبار، وعلى ايده اسرائيل تركع، ونتنياهو يسلم وبتاع. فاحنا لحد دلوقتي مش شفناش حاجه، احنا لحد دلوقتي يا رجاله مصر مش شفناش حاجه خالص، او حد اي حاجه ليها علاقه بالشيء ده او من ريحته، مفيش. طبعا السيسي والبريزيدان يجنن، انا بحبه قوي. يهودي את ממצרים, נכון? נכון. כמה, נולדת במצרים? אני לא זוכר. כל יום מסתכלת על הטלוויזיה ובוכה על מה שהטרור עושה להם. בייחוד הסיסי, הוא נחמד מאוד. כן? הוא נגד הטרור כמונו. כן. אלבי ביוגני מנגוע כל למרה למשוף, נס בתתעדל עשן חגר. אוקיי, את מקשיבה למוזיקה עדיין ממצרים? ברור. מימי? القديم مش الجديد. رجاء وين هيت او خوزرت لمصرين لبكر؟ لبكر انا كنت هناك 7 مرات. ماما السيسي والبريزيدان يجنن، انا بحبه قوي. ده احنا في بعيد تماما عن كده، احنا ابعد ما يكون عن المسار ده او عن الاتجاه ده او عن السكه دي. صحيح ما حدث في التسع ايام كان كتير وصعب، مفيش كلام،
واحنا ندين مفيش كلام. طيب نكمل مع شاهين عشان شاهين قايل كلام كتير بقى في التمهيد للسيسي كصاحب مصر. ده موضوع كبير يعني مش صغير. وشاهين هيبقى الصحابي والصبر بس قالوا انا جاي معاكم لسه. من خلال الجفر الاحمر وكتاب ادريس الحكمه. ما اعرفش ايه ده ادريس الحكمه ده جابه منين. ونبوءات محي الدين ابن عربي تنبأ نوستراداموس العرب الفلكي احمد شاهين ببعض احوال مصر خلال الفتره القادمه وشخصيات نهايه الزمان واسم ووصف الامام المهدي. يعني ايه تنبأ احمد شاهين ب يعني تنبأ منين؟ هو البني ادم هو اللي بيتنبأ ولا البني ادم بيتناول ما في النبوءه ويدرسها ويطلع نتائجها وينقلها للناس؟ هو مين احمد شاهين عشان يتنبأ؟ يعني ايه وظيفته في الحياه عشان يبقى احمد شاهين مصدر نبوءه؟ مفيش اسمها من واقع النبوءات تنبأ. يعني ايه من واقع النبوءات تنبأ؟ دي مش فاهمها انا، مش راكبه دماغي. بس ما علينا، ايه الصحابي بقى يعني لازم برضه الراجل والصحابي اصلي يعني يلهم. ما كل الرجاله ملهمين بقى، ما نيجي نقرا في النصوص ايه اللي ملهمين الله يلهمهم. فمنبأ بقى مهم. ووصف السيسي في النبوءات بذو البأس، حيث يقول شاهين ايضا السيسي ذو البأس والشكيمة مذكور، والخسف الذي هو علامة توليه مقاليد السلطة ويعقبه توليه حدوث الملاحم. وتذكر النبوءات فعندها تحدث البوارث العظام وهي علامات انجسام وثورات عربان، اولها قتال واخرها نزال، وتشق طريقها بين الجبال. يقوم بها انشوش عالي في الحق يرشق ولا يغالي، وبالغرب الكافر لا يبالي، فيخطط بروحه الخطط ويبعد عن عقله الشطط، فيحوز العلم اللدني ويعبر الطريق السني ويسيطر على العالم الجني، ثم يترككم تبولون وفي الوهم تائهون، حتى يمل العالم من التيه ومن تولية السفيه، فيقترحون عليه التنصيب بالترغيب والترهيب، فيقبل دون مشيئة وتبدأ الملاحم الجريئة، وهذا كائن لا محالة وحقيقة، وعلامته خسف بالضيقة وأمور تليها، وانظر وانظر بأعجميها، وهنا أنت وسر وخير وبر. طبعا النبوءة والنص صحيح مليون في المية مليون في المية. وبيتكلم عن صاحب مصر ودوره وهيعمل ايه وما شابه. بس من فحوى الكلام ده، هل عبد الفتاح السيسي له اي علاقة بي من قريب او من بعيد؟ ولكن هكذا كانت المقتضيات الامور وقتها لتمرير النصبايا والدجلايا. نكمل. صحابي مصر فيتنبأ عنه شاهين قائلا. نركز بقى عشان شاهين هيتكلم عن الصحابي. الصقر الشاهين احمد الاسراء خاتم الاولياء الذي لن يكون من السياسيين على الاطلاق، وسينصب بالبيعة، وتقول النبوءات واعلم ان الختم صاعد الفلك وسالك مع من سلك، فهو ولي الحقيقة اخذ منه الاولياء علمهم رغم انه جاء بعدهم، فهو الصقر الشاهين وهو المجذوب الحزين لاجل الدين، وهو الظاهر الامين فيه سر الاحمدية الثاني له سر الاجتباء، وانصاره هم النجباء، وهو احمد الاسراء. مبدئيا يا احمد يا شاهين يا نصاب يا اونطجي يا دجال، دي مواصفات الصاحب. لكن لان هم قلبين الحقيقة وعكسين الصفات وعكسين المواصفات وقايلين ان الصاحب صاحب مصر هو اللي له منصب وله علم، وان الصحابي هو اللي من العوام وما شابه، فهو بيلعبوا اللعبة دي. وطبعا هو مستغل الصفات اللي بيتوصف بيها الصاحب في النص، بان هو شاهين، بان هو احمد الاسراء، بان هو الصقر الشاهين الولي الحزين، مش الكلام ده كله، وبيسقطه على نفسه على سبيل ان ايه هو اسمه احمد شاهين. فقال بقى النص جاي كده ايه لابس عليه، قال يعني بقى ايه يعني سيدنا محي الدين يعني استغفر الله العظيم يا رب بالسذاجه دي ان هو هيكتب اسم الشخص بالوضوح ده اللي هو مكتوب عنه في اماكن اخرى بان هو مخفي سر مغلق له غين وله زين
زي الشجرة من كثيفة الأوراق اللي محدش عارف باطنها ايه. لكن أحمد شاهين بقى لأ. بعد كده أحمد شاهين نشر بقى ايه الصورة دي زي ما حالكم شايفينها على صفحته على الفيسبوك، صاحب مصر فتى الساحل شاهين. يا شاهين فتى الساحل مش هو الصحابي حبيبي، فتى الساحل هو سيزار الكنانة. لكن انتوا نصابين وانت جاهل، لا انت فاهم الفرق بين ده وبين ده، انت بتخلط الامور ببعضها وخلاص. هو ادوك شويه نصوص وقال لك ايه ذاكرها وشوف انت هتعمل ايه. احنا دلوقتي هندخل على مرحله هي مرحله المحك والفيصل ما بين الكفر والايمان. احنا دوله مؤمنه موحده بالله، شعبها مؤمن موحد بالله، ولا دولة كافرة مشركة ملحدة تؤمن بلا شيء بعدم اليقين؟ بعدم اليقين. لكن قبل ما نناقش الحتة دي لازم نسلط الضوء على حاجة، عشان هي دي المدخل للكلام. احنا لما هنستعرض النصوص اللي بتتكلم عن حضرة سيدنا الإمام، عن صحابي مصر، عن الصاحب، عن باقي الرجال، هنلاقي ان في بعض النصوص بتقول لنا ان هم فيهم من صفات بعض الانبياء، ادوارهم شبيهة بادوار بعض الانبياء، مش زيهم، لا يماثلوهم، مش يعني حتى الدور شبه الدور، هو هو الصفة هي هي، لا. يعني مثلا صاحب مصر عنده حمية لاجل الله ولاجل الدين كموسى، زي ما كان سيدنا مش زيه يماثله، فيه من ده. سيدنا موسى الاعلى، يبقى سيدنا موسى في المقام الاعلى، التاني ما يتقاش جنبه يبقى تحت منه، لا يتساوى بيه. حضرته نبي، مهما كان الشخص ده كويس مش هيجي جنب النبي ويساوي بيه. ده اولا. والتوصيفات دي لا تعني انها نبوة، ولا تعني او تشير او تحث على تلقيب هؤلاء الناس عند خروجهم بالنبوة، او الصاق صفة النبوة بهم. فدي نقطة احب اوضحها لحضراتكم، لان احنا من واقع النصوص هنلاقي ان من الصفات التي تخص هؤلاء الرجال اللي هم واخدين منها فيهم قبس منها من صفات حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صفات سيدنا عيسى، سيدنا موسى، سيدنا يحيى، سيدنا زكريا، سيدنا هارون، سيدنا موسى، طبعا سيدنا سليمان، سيدنا داود، سيدنا يوسف، سيدنا إبراهيم، عليهم جميعا الصلاة والسلام. ربنا يلهمنا الصدق والصواب والقدرة على التمييز. ففهمناها سليمان، ففهمناها سليمان. السيسي يقابل الله مرتين، وده منشط في جريدة، يعني عادل حمودة هو اسمه منور فوق اهو، فاعتقد دي احد الجرائد اللي مسكها عادل حمودة. يقابل الله مرتين، يعني السيسي بيقابل الله مرتين، امتى ما احنا مش عارفين، يعني فجأة كده في 2014 بعد ما كان السيسي هو القائد العام للقوات المسلحة والمشير عبد الفتاح السيسي وقائد الجيش وكده، فجأة كده عرفنا ان هو يقابل الله مرتين. فين وازاي وليه وشمعنا ويقابله، يعني ان ما فهمناهاش. فدي كانت بداية لحاجة مش مفهومة بقى، يعني احنا عدينا مرحلة بقى ايه الامام علي اختاره رئيس، دلوقتي وصلنا لمرحلة ان هو بيقابل الله مرتين. هنا بقى هندخل على مرحلة لزوزة عسولة هنخاطب فيها كل اخواتنا المسيحيين بود وبحب، ونلقي في مجتمعهم قنبلة وجرز انذار كبير وتساؤلات عديدة هنختمها في اخر كلامنا ان شاء الله ببرضو حاجة تخصهم. فارجو التركيز في الامر، لان احنا هنغوص شوية دلوقتي في نبوءات اهل الكتاب وفي معاني اهل الكتاب. خرجت علينا جريدة الموجز الغراء في اغسطس 2014، يعني بعد تولي السيسي بحوالي شهر او شهرين، وبمنشط ان السيسي المسيح المخلص. يا حلاوة،
السيسي المسيح المخلص؟ يعني فجأة كده بقى هو سيدنا عيسى؟ يعني مفيش سيدنا عيسى؟ عيسى ابن مريم احد الانبياء اولي العزم الخمسة، يعني صاحب الاعجاز اللي حير الكون البشرية في حيرة بسببه لحد دلوقتي، في قصة كبيرة دايرة في الارض عشان حضرته، فجأة كده بقى هو من السيسي واحنا مش عارفين، وعادي كده الكنيسة ساكتة، وعادي كده المسيحيين قبلوها؟ قبلتوها ازاي دي؟ يعني بلعتوها بأنهي كوبات مية؟ عدت كده من أنهي سكة ومن أنهي اتجاه؟ لكن أنا هقول لكم أنتوا بلعتوها منين وعدت لكم منين. بس في الأول لازم نستعرض بيت شعر من الملحمة المعزية للمعز ابن باديس بيتكلم فيها عن علاقة السيسي بالإخوة المسيحيين في مصر. البيت بيقول: وسيس يسوس النصارى، وسيس يسوس النصارى بها بعصا على ونهى بينهم فأتمر، وسيس يسوس النصارى بها بعصا على ونهى بينهم فأتمر. يا ترى ايه السر في الكلام ده؟ يعني ايه اللي خلاه يعلى ويأتمر ويسوس ويسود في الإخوة النصارى؟ الإجابة باختصار هنلاقيها في سفر أشعياء الإصحاح 19 اللي بيتكلم عن نفس المرحلة اللي احنا عايشين فيها دلوقتي، واللي بيتكلم عن وجود أهل الشر اللي هيتصدى لهم رجال الحق ويطردوهم من مصر، ويعني يبدأوا مرحلة جديدة يكون الله أو الرب راضي عنها. فهنلاقي من الآيات 19 للآيات 22 في الإصحاح 19 من سفر أشعياء بتقول الآتي: في ذلك اليوم يقام مذبح للرب في وسط ديار مصر، ويرتفع نصب للرب عند تخومها، فيكون علامة وشهادة للرب القدير في ديار مصر، لأنهم يستغيثون بالرب من مضايقيهم، فيبعث إليهم مخلصا ومدافعا فينقذهم، فيعلن الرب نفسه للمصريين، وفي ذلك اليوم يعبدونه ويقدمون ذبيحة وقرابين، وينظرون للرب نذورا ويوفون بها، ويضرب الرب مصر يضربها ويبرئها، فيرجع أهلها تائبين إلى الرب فيستجيب دعاءهم ويشفيهم. في أحداث، في أهل شر هيخرج لهم رجل يسمى بالمحامي مصر أو مدافع عن مصر أو ما شابه، يتصدى لهؤلاء الناس ويكشفهم ويتخلص منهم، ووقتها المصريين يتوحدوا معاه ويعودوا عبادا لله صالحين مرة أخرى، وبقى إلى المعاني دي. من هنا تم التسويق للإخوة المسيحيين بأن السيسي هو هذا الرجل، والإخوان هم أهل الشر اللي هم المضايقين ليهم، وخلاص بقى خدوا السكة للآخر، خدوا الطريق للآخر. وهنا ده سر السيطرة على الإخوة المسيحيين. وبكده نفهم سر التأييد الكبير والشديد من الإخوة المسيحيين لعبد الفتاح السيسي، بدءا من ظهوره على الساحة في 2013 ومع بداية الحملة بتاعته الانتخابية اللي كان تدشينها نقول ايه الضمني، وهو حضوره للكاتدرائية في اعياد الميلاد يناير 2014 ومقابلته للبابا تواضروس قبل بدء الاحتفال، وذكر البابا تواضروس لده اثناء الاحتفال والقداس في حضور حمدين صباحي اللي كان ساعتها مفروض مرشح محتمل، وتم بقى التصفيق الحاد عندما ذكر اسم عبد الفتاح السيسي وتحية كبيرة وزغاريد وما شابه. يعني دي كانت البداية للإعلان المطلق والتأييد المطلق من الإخوة المسيحيين أو غالبيتهم، يعني أو غالبية الشعب المسيحي، شعب الكنيسة يعني كما يحبوا أن يسموا أنفسهم، لعبد الفتاح السيسي. وبعد كده بقى شفنا بقى مظاهر التأييد في الخارج، في أوروبا، في أمريكا، يعني المشاهد المصنوعة
اللي كنا بنشوفها. هنبدأ بقى ننقل على ليفل أعلى، ليفل أشد كفرا، ليفل أشد كفرا. وعايزين نحمد ربنا سبحانه وتعالى ان المحتوى ده مش بنقدمه لايف، عشان لو كنا بنقدمه لايف يعني كان ممكن يبقى فيه بقى تطور في الكلام، ويبقى فيه حاجات بتتحدف في يمين وحاجات بتتحدف شمال مع تفاعلات حضراتكم اثناء اللايف. في سبتمبر 2016 خرجت علينا جريدة البشاير الغراء بمنشط رئيسي ومنشط فرعي في غاية الصدمة. انا المنشطات دي اصابتني بالصدمة اكتر مما سبقها من منشطات الامام علي اختار السيسي، يقابل الله مرتين، المسيح المخلص، يعني يا اخر الانبياء اهل الشر يصدرون لك معلومات مضللة تحرق دم الناس. والمنشط الفرعي: ما زلنا على يقين في البشاير أنك آخر الأنبياء، أنت منحة ربانية جادت بها السماء لمصر والمصريين. كده مش سيدنا النبي آخر الأنبياء بقى، يعني كده احنا كنا فاهمين غلط، احنا كده يعني البشرية كانت مستنية عبد الفتاح السيسي عشان هو بقى آخر الأنبياء. فبكده بقى لا سيدنا النبي آخر الأنبياء، ولا القرآن هو آخر الكتب، ولا الإسلام هو آخر الرسالات السماوية، ولا أي حاجة خالص. احنا كنا في عالم عدم اليقين، فجاءنا عبد الفتاح السيسي آخر الأنبياء عشان يدخلنا لعالم اليقين. السيسي آخر الأنبياء؟ ما أصل هو البزراميت زاد والسفاهة زادت والتطاول على الله وعلى رسوله وعلى الأنبياء وعلى كتب السماء زاد، الاستهانة بالدين وبالشرع وبالشريعة والاستهانة بكل حاجة في سبيل ان السيسي يحكم. السيسي يحكم، مش مهم بقى مين نبي مين رسول مين إله مين، مش مهم. وانتوا شعب اسمعوا الكلام، مسيحيين هو المسيح المخلص، مسلمين هو مكان محمد، هو آخر الأنبياء، خلاص كله في البق ويصلي له ويصلي له. واخر الانبياء مش قادر يتصدى لاهل الشر، اهل الشر بيصدروا للناس معلومات مضلله بتحرق دمهم. طب ما يدعي عليهم، مفيش دعوه كده من اخر الانبياء على اهل الشر يا ربنا ياخدهم. طب ما يدعي لنا، يعني دعوه كده من اخر الانبياء في ليله مفترجه كده يدعي لنا، يمكن ربنا يكرمنا باي حاجه. يعني الكلام ده من 2016 مفيش حاجة من ساعتها؟ طيب هنكمل بقية المسخرة بتاعت الكفر والإلحاد. ما ده كفر بين، ده كفر بين. جريدة اسمها بلدنا اليوم، بلدنا اليوم، في أكتوبر 2016 بعدها بشهر بقى: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا أهلنا الضر. وبدأت تخاطبه ب يا أيها العزيز.
ليه؟ لأن في نص واحد يذكر صاحب مصر بالعزيز. نص ده احنا كنا ناقشناه هنا في القناة، وانا قاصدا عامدا متعمدا غيرت في منطوق النص وانا بقرأه من عزيز مصر لصاحب مصر. طب انا ليه عملت ليه كده؟ انا عاوز اشوف البهوات اللي بيدعوا ان البي صاحب مصر وان هو العزيز يطلعوا يصلحولي، ولا هم بياخدوا اي كلام ويرموه خلاص. هو اي كلام ونرميه خلاص، اي كلام ونرميه خلاص. لا ناس مذاكرة ولا ناس فاهمة ولا حتى عارفين هم بيعملوا ايه، ولا اصل الكلام جاي منين، ولا مين اللي قاله، ولا قاله ازاي، ولا حاجة خالص. حتى العتلات محمد باشا عيسى داود ما صلحليش، حتى العتلات محمد باشا عيسى داود محمد قال الحسن والحسين ابراهيم. عايز تزود حاجة تانية يا داود فوق ابراهيم؟ انا في علي احمد خدهم، ولا كفاية ابراهيم؟ براحتك يعني، ما صلح ليش. سيد سند الزهبج بتاع زمانه ما صلح ليش، كله عادي، ما فيش حاجة ولا كني عملت حاجة. لكن انا بقول او انا قاصد وشايل الكلام ده لليوم ده، شايل الموقف ده لليوم ده، وهو ما كانش في مضمون النص ولا في صلبه، ده كان في المقدمة في الحوار اللي دار ما بين عبد الله بن عزجد وبين سيدنا محي الدين. في مخطوط أصحاب التخت والملك نهاية الزمان ورد ما يلي من حوار بين مولانا محي الدين بن عربي وأحد طلابه وهو عبد الله بن عزجد. وكان ابن عزجد من طلاب العلم وذوي الألباب، وكان حديثهم عن صاحب مصر. فعبد الله بن عزجد بيسأله عن أمر عزيز مصر، أما المحتوى لا في صاحب ولا في عزيز، المحتوى فيه كلام تاني، عشان بس نجيب من الآخر. فقال ابن عزجد: يا شيخنا، ذكرت في صفات الشخص كذا وكذا، وذكرت ما يحدث في زمانه، وذكرت كفاحه للوصول، ولكن لما يتأخر استقرار ملكه وظهور نجمه وفلكه؟ فرد مولانا عليه وقال: أقول بعد الحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا محمد وآله وسلم، اجلس يا عبد الله واسمع، إن الملك درجات. أعلاها أن تملك دون أن تلوح، وهو ملك الصمدية. فما دام هو الملك الصمد فلما يتعجل في القدوم؟ والله لا يكون في زمنه الرجل على كرسي الملك والحكم، ولكنه ليس الملك. فهو ملك وهو بين الرعية، فلماذا يطلب ملك القصور والمتع؟ فهو المتصرف دون غيره. وتأخر القدوم لبيان عظيم مقامه واكتمال دائرة أعلامه. معه أسرار الخزانة، وهو حامل الأمانة. ظاهر بحقيقة مقامه الإسني،
وخفي بحقيقة مقامه الروحي. متربع البحرين وصاحب العلمين والحاكم بحكمين فتدبر ترشد. وأردف بالقول: هنالك الولاية لله شمسها ساطعة بنورانيات كونية ومياه أزلية. تنساب منها صفات جمالية متلألئات الكلمات كأنها حبات نجم. فتجلي الليل وتحوط السيل وتطرد شرار القوم. بعدما نكثوا العهود وصالحوا اليهود وهم عالمين بقول النبي الكريم: بوجوب حرب وتغريم، ولكن الحياة جذبتهم ومتعتها عانقتهم فنسوا حظا مما ذكروا. فوالله الذي برأ النسمة لتدخل محبته القلوب عنوة بعدما استقرت دولته الباطنية بنجباء الكنانة لا يعرفون بعضهم في ظاهر الحياة، لكن أرواحهم متحدة بإيلاف والقدر سيجمعهم بإئتلاف، فيعرفوا بعضهم وجند الروم على مشارف غرب الكنانة. فيفزع الجميع إلا الولي الوديع، وتظهر حقيقة شخصه في كل العوالم، فيشتهر أمره بين عشية وضحاها، عالما كريما بجسدا سليما وقلبا حليما، فكره عميق وهو نعم الصديق وموحد الفريق. اسمه معروف وبالحسن موصوف، ومقدم الصفوف، أمره أوضح من شمس الظهيرة، يظهر في قرن وفاة العاشر. هتقولوا زي ما قالوا كده لسيدنا موسى: اذهب انت وربك فقاتلا، ولا ايه؟ اذهب انت وربك ان ها هنا قاعدون. هو شايف نفسه نبي، هو شايف نفسه نبي، يعني ما هو الراجل بيتكلم عن نفسه باطار مفهوم النبوه، مش اطار ان هو شخصيه عاديه، زعيم مثلا، قائد سياسي، محنك، عبقري، عالم، لا 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 لا، هو ينظر الى نفسه هذه النظره، زي طبيب الفلاسفه كده، زي ما عرضنا من شويه طبيب الفلاسفه، فهو شايف نفسه كده، يعني فوق مستوى العقول البشريه، وفوق مستوى النفوس والارواح، وحاجه يعني فخمه، فخيمه يعني، ما لم تجد به السماء من قبل، معجزه يعني. بصوا يا ساده، ادعاء النبوه جريمه عظمى لا تغتفر، وكفر بين، كفر بين. ومن هنا نفهم ليه في السنين اللي فاتت زاد المدعين لتفتيت القيمة،
للاستهانة بالمعنى، للاستهانة بالروحانية نفسها، للاستهانة بالمكلف. للاستهانة بالمين؟ بالمكلف. ان المكلف قاعد بيدي كده فرص لأي ناس وخلاص، اللي معدي كده يديله أي حاجة وخلاص، عشان من محمد وعيسى وموسى ودولي برضو كانوا كده. ما هو دي النظرة التلمودية الصهيونية لكافة الأنبياء، هما لا يحترموهم، ودي نقلوها عند الإخوة المسيحيين. يعني الإخوة المسيحيين لا يسيدوا الأنبياء، يسيدوا البابا في الكنيسة يقولك سيدنا، لكن لا يسيد الأنبياء، يقول موسى وداود وسليم كده عفوا. يعني مع صاحب ده يعني بيقف كده وقفات بتجنن دماغه. يعني أنتوا بتقدسوا وبتسيدوا بابوات الكنيسة والرهبان وبسيدنا حسب ما أنتوا من عرفكم، وعند الأنبياء لا، ما لهمش قداسة. يعني بابوات الكنيسة والرهبان عليهم قداسة والأنبياء لا؟ مش فاهم يعني ايه الموروث الغريب ده، ايه مصدره، واليهود اصلا اعتمدوا عليه في الامر ده ولا حاجة. هم ناس قلالات الادب متطورين على الله، فمش تطور على الأنبياء، ده عادي يعني. فدي جريمة عظمى وجريمة لا، هنا الامر لا يختص بعبد الفتاح السيسي. عبد الفتاح السيسي هنا يمثل نفسه، عبد الفتاح السيسي يمثل مصر وشعبها. فلما يبقى زعيم مصر وقائدها ورئيسها يدعي النبوة صراحة وضمنا، يبقى مش هو بس اللي كفر، ده الدولة كلها في داهية، الدولة كلها راحت في داهية. لا في بقى فايدة للصلاة ولا للصوم ولا كل الكلام ده، ملوش لازمة، لأن كله ماشي ورا منه بيقول له امين ومعاكوا وايدناكوا، واللي مش ما بيتكلمش ساكت. فالسكوت رضا وقبول، السكوت رضا وقبول. واللي ما كانش يعرف اديله عرف، واللي كان بيستهين يا رب يكون في يعني طوبة خبطته في دماغه دلوقتي، عشان ده مش هزار، ده مش موضوع كده، ده مش ابوك ولا امك الحادوا ولا ادعوا النبوة ولا اتجننوا ولا اتلبسوا، ده رئيس دولة، أقدم دولة في الأرض وأقدم شعب. اصحوا بقى، اصحوا عشان احنا روحنا في داهية. هنا نكمل عشان احنا طولنا وزودنا يعني. يلا، في 2016 بقى مع مجيء ترامب، وترامب باشا ده له وقفة معانا. When I become president, the days of treating Israel like a second-class citizen will end on day one. I will meet with Prime Minister Netanyahu immediately. I have known him for many years and will be able to work closely together to help bring stability and peace to Israel and to the entire region. You cannot achieve peace if terrorists are treated as martyrs. Glorifying terrorists is a tremendous barrier to peace. It is a horrible, horrible way to think. It's a barrier that can't be broken. That will end, and it'll end soon, believe me. In Palestinian textbooks and mosques, you've got a culture of hatred that has been fermenting there for years, and if we want to achieve peace, they've got to go out and they've got to start this educational process. They have to end education of hatred. They have to end it, and now. We will move the American embassy to the eternal capital of the Jewish people, Jerusalem. And we will send a clear signal that there is no daylight between America and our most reliable ally, the state of Israel. And they must come to the table willing to accept that Israel is a Jewish state, and it will forever exist as a Jewish state.
I love the people in this room. I love Israel. I love Israel. I've been with Israel so long in terms of I've received some of my greatest honors from Israel. My father before me, incredible. My daughter Ivanka is about to have a beautiful Jewish baby. ترامب اللي حملته هو وبنس النائب بتاعه معتمد اعتماد رئيسي اسرائيل. اسرائيل، القدس، الهيكل، عاصمة القدس، عاصمة اسرائيل، امن اسرائيل، حماية إسرائيل. كل كلام ترامب في حملته الانتخابية الاولى هو والزفت النائب بتاعه بنس ده اللي هو كان زميل السيسي في الاكاديمية هناك، عشان بس يعني ايه، بنس ده كان زميل السيسي في الاكاديمية العسكرية هناك، كلها لصالح اسرائيل. وفي نفس الوقت كنت تلاقي البهوات هنا، ترامب حبيب السيسي. يا عم ترامب حبيب السيسي ايه حقيقي؟ يعني ايه الميزه يعني ان ترامب حبيب السيسي؟ ايه الفايده يعني ان ترامب حبيب؟ احنا استفدنا في ايه يعني؟ وايه الحلاوه ان ترامب حبيب السيسي ورايح ترامب رايح يقيم القدس عاصمه اسرائيل؟ وساعتها بقى خرجنا بقى في قصه ايه، القدس زي رام الله، وخرج التسريبات نيويورك تايمز والواد اللي اسمه نبطشي اللي اسمه اشرف الخولي، هو بيكلم الفنانين وبيكلم الاعلاميين ويقول لهم سوفوا في امر القدس وبتاع، والمسخره اللي احنا عشناها دي لاجل ايه؟ ترامب حبيب السيسي، ولاجل تمرير المخطط. مخطط ايه؟ مخطط الشرق الاوسط الكبير، اقامه اسرائيل الكبرى من النيل للفرات، من النيل للفرات، وهدم المسجد الاقصى او الاعتداء عليه، وبناء الهيكل، واستقبال المسيح، وتبقى الحياه حلوه وفل وجميله، ودول يبقوا الموحدين بتوعه ووكلائه في المنطقه لحكم الارض، وتبقى اتعشت مش كده برضو؟ عشان تبقى الحلوه الحياه حلوه يعني. ما علينا، في الوقت ده كان ابناء عمر سليمان في كل مكان بيبعتوا عن طريق صفحتنا المتواضعه حسن الكنانه رسائلهم للي اتصلوا فيما يخص ترامب. ترامب وما سيحدث، ابناء عمر سليمان في كل مكان، حفظ الله الجيش، حفظ الله مصر. ترامب وما سيحدث، ابناء عمر سليمان في كل مكان يرصدون ويعلمون، حفظ الله الجيش، حفظ الله مصر. تحياتي لصفحة حسن الكنانة، كلمة وطن الرئيس. دي كانت في أجواء الحملة بتاعة ترامب، وكنا هنا بنوصل رسالة معينة بأن احذروا هذا الرجل، هذا الرجل جاء لإشعال العالم كله، ولكن ترامب حبيب السيسي. أحمد شاهين تاني في 2016 يرجع على نغمة السيسي صاحب مصر، ويبتدي يتكلم عن إن السيسي هو صاحب مصر مرة أخرى. في نفس الوقت كان في بقى الكلام عن مزارع القمح وصوب القمح وبتاعه، وبدأت اللجان تمرر رسالة لأي حد يعني معترض على أي حاجة بتحصل، ما تاكلوش من قمح السيسي عشان أمه يهودية، والقمح بتاعه حرام. ها 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 ها. الواد ده أحمد حمزة ده قاعد في قطر، لجنة تبع السيسي وقاعد في قطر، ما دي من المفارقات يعني، اللي قطر كانت وحشة، ده قاعد في قطر من زمان، يعني مش امبارح، ده بقى له من بعد الثورة ولا من قبلها كمان، وقاعد في قطر على طول، وكان بيقعد يشتم قطر من هناك، عادي يعني، ما تفهمش ازاي، يعني في قصص كده ما تقعدش تسأل، يعني ما ماشي حالك يعني، ممكن أنا نفذها على بعضها. فالمهم أنت ما تاكلش من قمح السيسي طالما أنت إيه؟ معترض عليه، أصل السيسي بيأكلنا من جيبه، من ورث العيلة، ورث العيلة السيسي ورثه، فبيأكل الشعب من جيبه، فانت معترض عليه ما تاكلش، معترض عليه عشان ما تاكلش. بس الواد ده قال حاجه حلوه في البوست ده، اصل امه يهوديه، انا معجب، هو ماشيها افيه، بس هي انا معجب بيها الحقيقه، انا معجب. نيجي بقى لشاهين 2017 واحمد شاهين، ان ينصركم الله فلا غالب لكم، ونخش ننقل بقى على جوله اخرى من الشكل او محاوله السطو على الشخصيات بطريقه تانية. احنا الاولانيه السيسي صاحب واحمد شاهين صحابي، ما نفعتش، هنقلبها بقى، هنقلبها، هيبقى السيسي صحابي واحمد شاهين صاحب. خد بالك معايا، اصحى معايا بقى، عشان نخش على ليفل اخر. ده يعني ايه؟ ده كارت اخر هيتلعب. ايه احمد شاهين مرشحا لرئاسه الجمهوريه؟ طبعا انا واخد البوست بتاعه وعامل بيه بوست من عندي، وعشان ما نضيعش وقت يعني مش هنقراه.
أهن كان اللي هو كاتبه عشان إيه اللي أنا كاتبه عشان نعدي الوقت. وهو بقى إيه؟ إن ينصركم الله ويثبت أقدامكم ورفع أبويه على العرش وخر رأسه جلا. يوسف يعني، ما هو يوسف من صفات يعني أو صاحب مصر موصوف ببعض الصفات اللي من سيدنا يوسف. فهو بيرمي بقى يعني بيرميها لنفسه، أنا مش صاحب بقى، أنا بيت الصاحب. فانا جيت بقى ايه بعدها بشهرين كده في يناير 2018 وعملت البوست ده بقول ايه، بيقول لك الواد احمد شاهين اللي بيحضر الجن ده هيرشح نفسه للرئاسه، مش هو ده اللي انا واقف عنده، فهو كمواطن مصري من حقه، لكن الغريب هم السيسويه المعترضين ومش وزعلانين. احب اقول لهم ان العيب مش عليه، العيب على اللي كان بيستدعيه ويستشيره بدل المره 2 و3 و10. وعلى فكرة يا أصحاب ذاكرة السمك، أحمد شاهين قال كده بنفسه أكتر من مرة وفي أكتر من برنامج تلفزيوني، ومحدش كلمه ولا قال له إيه اللي أنت بتقوله ده ليه، عشان هو ما كذبش في النقطة دي خالص، وكفاية كده دلوقتي. بس حصل ما يهمش، ما انت مش هتقول لانه الجهاز السيادي اللي يعتمد على الدجل والشعوذه، اسمح لي اسميه كده، مش حد لا يليق بامن مصر القومي. بس انا بقول لحضرتك ده حصل على مسؤوليتي، بس في الاول ما شكوا فيا، بس انا كلامي مصدق وبيحصل اكبر نسبه توقعات في العالم. طب ما احنا لكن صوت الشيطان موجوده داخل الهرم الاكبر، على جدران الهرم الاكبر من الداخل في احد الغرف المقدسه المخفيه. يا استاذ محمد انا مخول ليا دخول الهرم الاكبر وكشف اتصور بمعرفه السلطات المصريه داخل وخارج مصر. انا ليه ادخل واكشف؟ لان دي مهمه موكله ليا، لن اكشف عنها حتى الان. زي ما سمعتوا حضراتكم هو بلسانه بيقول ان هم كانوا ايه بيستدعوه. وطبعا الفيديو ده احنا عرضناه قبل كده في احد الحلقات الخاصه ببرنامجنا العبس والعبسين في موقف اخر يعني، لكن اذكر ان الذكرى تنفع المؤمنين. فده دليل على صحة كل ما عرضنا بقى يعني بالتربيط كده، يبقى ده الدليل اللي ينور الباقي ده كله، يخليه كله منور. واحمد شاهين في اليوم ده ما خرجش من مدينة الانتاج الاعلامي، هو على الباب اتقبض عليه، دخل السجن قعد سنة او تم احتجازه لمدة سنة، خرج من الاحتجاز ده مرشحا نفسه لرئاسة الجمهورية. فتقدر تفهم القصة مشيت جوه ازاي على طول يعني. دلوقتي احنا هندخل على مرحلة جديدة وهي مرحلة الإمامة. لأن من مواصفات صاحب مصر أنه إيه؟ ولي، أنه قد، أنه إمام جامع وما شابه. وهو أيضا يتوصف بأنه هو شخص إيه؟ متحفظ في كلامه، يعني مش بيتكلم عن نفسه بسهولة. ما بيصرحش بحقيقة نفسه، بيخفي ما يخصه، بيخفي الأمور الهامة والحساسة بشكل عام، وما عنده تحفظ في الكلام. في ناس يعني دايما يقول انت بتتأخر في الكلام، ليه بتتأخر في الكلام؟ لان انا الكلام عندي بيعدي على فلاتر، فلتر الصدق وفلتر الأمانة وفلتر الحق، ثم في الاخر ده يرضي ربنا اقوله ولا ما اقولوش. تصور حضرتك ان كل كلامي كده، يعني انا بتعذب قوي عشان اتكلم. لا الحقيقه انت فلاتر الصدق عندك، يعني احنا شفنا الصدق متجسد معاك وشفنا كل الفلاتر اللي انت قلت عليها بصراحه. يعني التحفظ في الكلام مش الفلاتر، ومش ان انا برشد الكلام وبفلتره. التحفظ في الكلام هو عدم البوح بما ليس في وقته، عدم البوح بما هو ليس في وقته. ده المقصود بالتحفظ في الكلام اللي الراجل صاحب مصر ده موصوف به في النصوص. لكن بشكل عام بدأت معانا مرحلة اسمها مرحلة الإمام المتغلب. الهدف من المرحلة دي كلها توصيفه بهذه الصفة اللي متقالة عن صاحب مصر، او وطبعا صاحب مصر امام جامع مش امام متغلب. متغلب دي معرفش هم جابوها منين، ومعرفش يعني مصدرها ايه بالظبط، واعتقد ان هي توصيف سيء غير جيد في اللغة. لكن على اي حال هو يعني يصيب صاحبه، توصيف يصيب صاحبه. فيعني ده ملخص لما هو
ممكن عرضه فيما يخص الإمام المتغلب وتوصيفات الإمام المتغلب وبوستات الإمام المتغلب وإمكانيات وقدرات ومهارات الإمام المتغلب اللي احنا مش فاهمينها ولا عارفينها لحد دلوقتي ومش شايفينها. هم بس اللي شايفينها، هم أهل النور والعرفان، احنا أهل الظلام للأسف، احنا مش شايفينها. اوعى تفتكر ان انا ربنا خلقني طبيب اوصف، طبيب اوصف الحاله، هو خلقني كده ابقى عارف الحقيقه واشوفها، ودي نعمه من ربنا ادهاني. اسمعوها مني، لان حتى هم دلوقتي كل الدنيا ولا ايه؟ بيقول لك لا اسمعوه. مين الدنيا؟ خبراء المخابرات والسياسيين والاعلاميين وكبار الفلاسفه لو حبيتوا، بقى ابتدي يفهموا ان الكلام اللي احنا بنقوله انه كلام نقي وشريف وامين ومخلص، مفيش منه هدف غير المصلحة، حتى لو كانت مصلحة انسانية مش مصلحة وطنية، حتى لو كانت مصلحة انسانية. الامامة المقصودة لا تعني ابدا، لا تعني ابدا القدرة ولا الصلاحية على التشريع او التجديد او ما شابه، بل إن صاحب مصر من صفاته أنه سيرد الأمر لأصله ويتمسك بالثوابت ويتمسك بتعليم القرآن ويتمسك بتعليم السنة. لكن السيسي صدق نفسه، السيسي كذب الكذبة وصدق نفسه، والدجال أوهمه. ما هو الدجال، نرجع بقى للنصوص بتاعت الحكم، سدة الحكم الوهمي والكلام ده، ما هو وهم، كله وهم في وهم، فالدجال نفخله في الوهم على الآخر، خلى الوهم عالي يعني التيم بتاعه فوق. فبدأ بقى السيسي عايز يشرع يعني بدأ السيسي يضع نفسه مصدر للتشريع، وبدأ يعلن عن رغبته في تعطيل السنة، بدأ يعلن عن رغبته في ايه؟ تعطيل السنة، واللي كانت يعني زي ضرب البداية لقلاديش كتير يمين وشمال بقى على الإعلام وعلى السوشيال ميديا وعلى كل اتجاه يا باطيستا، للهجوم على السنة من جهة، الهجوم على القرآن من جهة، الهجوم بقى وخلاص اهجم يلا، هو ضربة البداية. الإشكالية اللي موجودة في عالمنا الإسلامي دلوقتي مش ان احنا نتبع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم او لا نتبعها. من حق المسلمين ان يفتخروا بعلم الحديث من علومهم. اللي كان بيقولوا بلاش ان احنا ناخد سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وناخد القرآن فقط، يا ترى الإساءة بتاعتهم اكتر ولا الإساءة اللي احنا عملناها كفهم خاطئ وتطرف شديد في العالم كله؟ يا ترى سمعة المسلمين ايه في العالم؟ هذه الصيحات التي دأبت على التشكيك في قيمة السنة النبوية والمطالبة باستبعاد سنته الشريفة جملة وتفصيلا من دائرة التشريع والأحكام والاعتماد على القرآن الكريم وحده. النهاردة احنا رايحين في اتجاه بعيد قوي، وأرجو ان انتوا تنتبهوا، يعني الكلام ده دي رابع او خامس مرة اتكلم معاكم فيها جميعا.
من أنبأ هذا النبي الكريم قبل 14 قرنا من الزمان أن أناسا ممن ينتسبون إليه سيخرجون يوما من الأيام ينادون باستبعاد سنته والاكتفاء بها عن القرآن ليحذرنا من صنيعهم. ده أنا بشوف العجب والله بشوف العجب. يوشك رجل منكم متكئا على أريكته يحدث بحديث عني فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا وإنما حرم رسول الله مثل الذي حرم الله. من يفرط في حقوق بلاده ولو لمرة واحدة في حياته يبقى أبد الدهر مزعزع العقيدة سقيم الوجدان. بالتواكب بقى مع مرحلة الإمامة دي دخلنا في مرحلة إيه الملك. ليه؟ لأن برضو ما هو الصاحب ده مفروض إن هو يعني يملك يتأمر، يعني يوسف بالإمارة يوسف بالملك. فهنخش بقى في مرحلة الملك. فخرج علينا أحد النواب البرلمانيين لحزب الوفد الفز إسماعيل سراج الدين بمطالبة أن يكون عودة الملكية والسيسي يتنصب ملك على مصر المحروسة. محروسة يا مصر بالسيسي، يا حلاوتك يا مصر، يا طعمتك يا مصر. فهو الراجل بقى السيسي يبقى اسمها المملكة المصرية السيساوية ويبقى السيسي الأول، ودي الأسرة الأولى. أنا مش بعذر، أنا بكلم بجد. هو كان المقترح كده، المقترح كان كده. بقى الأجواء بقى بتاعت الملك والهبل والغان الكلام ده، المخطط ده وقف في المجلس الشعبي يعني في البرلمان، ما مشيش يعني الحمد لله. طبعا هناك رجال صدقوا مع عهد الله عليه بيعرفوا يوقفوا الحاجات زي دي في الوقت المناسب. خرج علينا منصور، او خرج علينا يعني مستند في 2018، مستند منسوب لأجهزة المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية، رئاسة الاستخبارات العامة، الرقم كودي كذا، تاريخ كذا، المرفقات، رئاسة الاستخبارات العامة 101، برقية سرية. أخونا الكريم معالي السيد اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية الشقيقة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إشارة إلى برقيتكم الكريمة في 16/2/2018 وتاريخ 9/6/1439 هجرية، الموافق 25/2/2018، المتضمنة جدول أعمال اجتماع السعودي المصري الإسرائيلي المزمع عقده بالقاهرة خلال يومي 6 و7 من مارس المقبل 2018، نحيطكم نعرب عن تحفظنا إذاء أحد البنود التي تضمنها جدول الأعمال، كما نود إضافة أحد البنود الهامة للجدول المقدم وطرحه للمناقشة على الطاولة ونوردها فيما يلي. أولا، نتحفظ بشأن طرح الملف المتعلق بمشروع نيوم للمناقشة، ونرى أننا قد قطعنا شوطا طويلا في المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي وتوافقنا بشكل نهائي حول ضرورة وأهمية تطبيع العلاقات والتعاون الشامل في جميع المجالات بعد مصادقتهم بشكل رسمي على إقامة جسر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وإقرارهم بسيادة المملكة الكاملة وغير المنقوصة على جزيرتي طيران وسنافير. ثانيا، تسجيل اعتراضنا بشكل واضح وصريح وحاسم بشأن اختياركم لأحد القصور الرئاسية كمقر للاجتماعات المزعمة، ونؤكد على رغبتنا الملحة في إقامة الاجتماعات بأحد الفنادق الخاضعة للاستثمار السعودي في جمهورية مصر العربية، وعليكم اختيار أحد هذه الفنادق التي تنحصر في مجموعة الفور سيزنز أو مجموعة السيتي ستارز بالقاهرة، وسوف نتحمل جميع النفقات المتعلقة بذلك الأمر. ثالثا، نؤكد على ضرورة أن يتضمن جدول الأعمال البند المتعلق بالآلية الخاصة لإعادة إعمار غزة وكيفية توجيه الأموال المخصصة لهذا الشأن والبحث عن هذه الأسباب التي أدت إلى إعاقة الآلية والفشل في إحراز أي تقدم بشأنها. رابعا،
نود الانتهاء من جميع الملفات المعلقة والوصول إلى حلول بشأنها خلال الاجتماعات المقررة حتى يتسنى لنا إدراجها بجدول أعمال سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع قبيل زيارته المقررة إلى الولايات المتحدة الأمريكية في 20 مارس المقبل. آمل الاطلاع والإحاطة وتقبلوا فائق الاحترام خالد الحبيدان ولا الحمدان رئيس الاستخبارات العامة السعودية. الوثيقة دي مفادها التفاوض بخصوص تيران وصنافير، ويبدو ان الجانب المصري كان عاوز يعني يزود حاجة في الصفقة، يعمل حاجة كده ولا كده بخصوص كمان ما يخص ارض نيوم، فهم قالوا لا، بيقول لك ايه، احنا خلصنا الكلام مع الجانب الاسرائيلي وهم موافقين، ودونا كمان الموافقة على الجسر بتاع خادم الحرمين على تيران وصنافير، فاقلع انت بقى بره الموضوع. وخد بالك احنا لما هنيجي نجتمع مش هنجتمع عندكم في القصور، لا، احنا هنجتمع في قصورنا احنا في الفور سيزون او في سيتي ستارز وعلى حسابنا. ليه؟ خايفين من التنصت، خايفين يتسجل لهم، كله مخون كله. والنقطة الأخيرة بقى اللي هي إيه؟ الاجتماعات بتاعت إيه؟ أعمار غزة وفلوسها وهتروح إزاي وتيجي إزاي؟ عشان طبعًا هم عارفين إن أي فلوس بتيجي التعيينة بيتم التعامل معاها بشكل آخر يعني. بس أنا النقطة الرئيسية في الموضوع هو نيوم. نيوم حلوة. وخادم الحرمين والأمير محمد بن حمدان، اسمه محمد بن إيه؟ حمدان؟ بيضان؟ اسمه إيه؟ عامل إيه؟ سلمان؟ آه سلمان. سلمان. دلوقتي نيجي لمرحلة مهمة جدا وواحدة من أهم المراحل، 2020 وما بعدها. 2020 كان عام كورونا، وطبعا كورونا كان حدث كبير وضخم أثر في العالم كله، ناس كتير اتخضت، ناس كتير يعني انزعجت منه تمام الانزعاج، لكن كورونا تحديدا كان جرس يعني انذار وتنبيه واعلان لمحمد عيسى داود بان الوقت قد دان وحان واقترب. الوقت الحقيقي لظهور الرجال قد دان وحان واقترب. ليه؟ لان محمد عيسى داود في كتاب المفاجأة له نص مذكور منسوب لمرفوع لأحد السادة آل البيت ومنه إلى حضرة سيدنا الإمام الحسن ابن الإمام علي عليه سلام الله عليهم جميعا السلام، بيتكلم عن كورونا وعن تعطيل المساجد لمدة 40 يوم. تعطل المساجد 40 يوم. فلما حصل تعطيل المساجد وحصل عدى 40 يوم أو أثناء 40 يوم أراد داود انه يعني يستغل المشهد ويستغل الحدث ككل. ويستغل بقى ان الكتاب المفاجأة فيه النص اللي بيتكلم عن الحدث وعن اجواءه وظروفه، وانه ينزل الملعب بصفته بقى الوحش المفترس اللي هيفترس كافة نقول ايه المدعين والافاقين اللي على الساحه اللي بيدعوا انهم اصحاب علم او معاهم علم او بيبشروا بالامام او يعني كل بقى الايه الكلام اللي من النوع ده. طبعا مرتكن بقى على السي في بتاعه الطويل اللي اكتر من 20 سنه او 25 سنه في تقديم كتب في اطار علامات اشراط الساعه وفي اطار تناول شخصيه الامام وعلاماته ورجال الامام الدجال ما شابه، كل ده هو استغله تمام الاستغلال، بالإضافة إلى يعني دراسته العليا في كلية الآثار، سواء كانت دبلومات سواء كانت ماجستير سواء كانت دكتوراه، أيا كان مش هو ده اللي واقفين عنده، المهم في معاه مستند علمي بأن هو عامل دراسات عليا يعني. وطبعا داود بص حوالين منه في مين اللي يقدر يظهر معاه ومن خلاله، لان هو كان محجوب او ممنوع عن الظهور الفضائي بسبب عمليات الكر والفر ما بينه وما بين النظام او بينه وبين عبد الفتاح السيسي. في ان داود يعني طوال فترة سنوات السيسي من ساعة ما ظهر على الساحة في 2012 ومن قبلها كمان، اي قبل ما الناس تعرفه كويس،
لحد 2020 وما تلاها كمان كان في يعني ايه اوقات يبقى معاه اوقات يبقى ضده اوقات يقول اه هو كويس اوقات لا هو وحش اوقات يحطه من ضمن الرجال اوقات يعني كان كل فترة يغير موقفه ويغير حاله لحد ما شاءت الاقدار وتعدرت الاسباب والقدر واحده والتقينا انا وهو وبدأنا خارج الحدود. طبعا في خارج الحدود هو اشار ان هو كان ممنوع من الظهور. هو اشار ان هو كان ممنوع من الظهور ده في الحلقة الاولى لما انا سألته عن سر الغياب. وكلهم كانوا في حالة ترقب وسؤال دائم ليه حضرتك غايب عن الساحة؟ ليه مش بتظهر؟ ايه اللي مخليك مختفي من اكتر من 5 سنين؟ ايضا الاوضاع الاعلامية والسياسية كان يعني ما اعتقدش ان الوضع مريح لانك انت هتيجي تتكلم في امور مش مطلوب الكلام فيها. بينما انا عادة يعني بتكلم بادب جم وبتكلم في حدود مصلحة وطني ومصلحة امتي. ده بخلاف ان اللي هيراجع البرومو بتاع البرنامج او بتاع الموسم الاول هيلاقيه ان هو بيتكلم ان هو ترك الساحة لكل من اراد ان يفرد عضلاته يعني. فهو جاي يقول يعني من الاخر انا جاي عشان اكسح الجميع وكله يركن على جنب. فدي كانت البداية لظهور محمد عيسى داود بقوة نظرا لان هو حاول يظهر مع اخرين لكن ما لقاش معاهم اللي هو ينتظره. فكانت المبادرة منه والرغبة منه والاعلان منه من خلال بقى ايه التفاصيل احنا ناقشناها كتير قبل كده من اصدقائنا في قناة النهار و و و المهم شاءت الاقدار من كل اتجاه ويعني تعدلت الاسباب وتم البرنامج وبدأناه في 2020 تحديدا في مايو 2020 كانت اولى الحلقات تاني يوم عيد الفطر من عام 2020. طبعا بخلاف ما لديه من نقول ايه رصيد كتب هو كتبها ما لديه من شهادات عليا او يعني دراسات عليا ما لديه من نقول موروث من نصوص مهمة ومخطوطات مهمة نوعا ما وما شابه. هو لديه ميزة هامة جدا جدا ولكنها خفية عن يعني غالبية من يعلمون يعرفوه ويتعاملون معه. لا أحد منهم يعلم أن هذا الرجل يجيد علوم السحر. محمد عيسى داود ساحر يعني تقيل وساحر نقدر نقول إيه متمرس ولديه علم كبير جدا في أمر سحر الأوفاق وتركيب الأختام وما شابه. وزي ما قلنا قبل كده في أحد البثوث السابقة بأن هذا العلم يتم استخدام معاه سحر الحناء المفعل بدماء القرابين أو بغسل الموتى ويتم معاه بقى تلصمة الأمور وبتاع يعني قصة طويلة عريضة وكفريات ليس بعدها كفريات. بالإضافة إن هو معاه تحت إيده عصابة بتوفر له القرابين اللازمة لتفعيل أسحاره أو حفلات الجنس الجماعي برضو لتفعيل أسحاره أو لإلقاء أسحاره يمينا ويسارا في أماكن مهمة لنشر الطاقات السلبية. وأهم الأماكن دي هي مساجد وأضرحة السادة آل البيت وممكن المساجد الكبرى كمان وما شابه. واللي هيتذكر فترة كورونا هيلاقي ان كان في فيديوهات منتشرة على السوشيال ميديا لناس في أماكن عامة بيقوموا باستخدام سوري يعني ماء رئهم ومسحوا في بعض الأكر البيبان عمدان المترو وما شابه لترك الفيروس ونشره بمختلف الطرق والوسائل ونشره قدر المستطاع بين الناس. نفس الفكرة بالضبط هي في الأسحار وبنفس الأسلوب وبنفس الطريقة لأن الحنة ممكن يعني حتة قد كده هتعوصها تحطها في حتة باي باي بس هي الحتة دي فيها كل حاجة فهي حتة قد كده مش يعني هتعمل كيلو حنة عوصة مسحة فيها التلصمة بالقرف اللي معمول ده كله خلاص الخدمة الشيطانية حضرت أو الخدمة الإبليسية حضرت والعياذ بالله. المهم يعني
ليه هو طبعا بخلاف معرفته بأماكن أهم الكنوز وخزائن الأرض من واقع ما هو متاح بالمناسبة من المخطوطات. يعني هو مش جايب ده من أسرار يمتلكها متوارثها المخطوطات المتاحة والمتداولة على الإنترنت من 2010 فيها الكلام ده، ومنها المرحمة المعزية مثلا بتتكلم عن أكتر من موضع في مصر في الكنوز بتاعه أو خزائن الأرض اللي فيه. وطبعا زي ما قلنا برضو قبل كده أن خزائن الأرض دي بقى ليها شفرات تتفتح بيها، وهي دي أدوات التمكين، هي دي أدوات التمكين. وأعتقد دلوقتي حضراتكم بتتابعوا مسلسل المداح بجزئيه بقى الثالث والرابع بالذات هنقدر نفهم يعني إيه أدوات التمكين، يعني إيه خزائن الأرض، يعني إيه بقى كل ده. دي الموعودات اللي مكتوبة لرجال الحق اللي مكتوب بأساميهم وصايا المعروفين منذ البشرية الأولى، منذ آدم عليه السلام، منذ آدم عليه السلام. لأن الإشارات اللي في مصر القديمة والموروث اللي هيفتح على إيد الرجال هيكون بأساميهم، بأساميهم. وهنا ده هيكون إعجاز الإعجاز بأن الأمر وصايا من حد سيدنا رسول الله، لكن الأمر صادر من بدري ومخبر به من بدري. السماء أخبرت رجالها من زمان الزمان، من عهد إدريس بل من عهد آدم. ارجع لابن كثير البداية والنهاية الجزء الأول، رواية عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما عن رواية آدم عليه السلام لما خلق الله آدم مثل له الدنيا إلى آخر الرواية، وتمعن فيها كويس وشوف سيدنا آدم بيتكلم عن الكنوز والزخائر وبتاع ليه وعشان ايه والمين، مين اللي هيعمل كده. ليه داود اتأخر ل2020 او اتأخر لبعد كورونا؟ لان داود بخبرته في تناول النصوص كان فاهم كويس جدا ان الفترة الاولانية دي كلها فترة يعني ايه لعب ولهو كده، ومش هيدي الفترة الحساسة اللي هو يبذل فيها الجهد لاجل ما يخش الساحة وينافس، وكان سايب الاخرين يدلوا بدلوهم ويطلعوا ما عندهم ويثبتوا ضعفهم وفشلهم. طبعا على رأسهم كان احمد شاهين، لان طبعا شاهين زي ما استعرضنا فشل في انه قدم نفسه كصحابي، وفشل في انه يبروز السيسي كصاحب لمصر، فشل في انه يملى الفراغ بتاع شخصية الصحابي ده كبير عليه. لكن مع بداياتنا في خارج الحدود في الموسم الاول ومع نهايات الموسم الاول، ظهر على السطح من خلال خارج الحدود ومن خلال مراسلاته لداود اثناء البرنامج شخص من الوهلة الاولى تعلم انه نصاب محتال دجال مصنوع صناعة لأجل هدف ما. الشخص ده من المفترض أنه أحد نقول إيه المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية في عدة انتخابات سابقة، منها على ما أتذكر 2005 كمحتمل مش من المرشحين الأساسيين، أعتقد برضو 2010 2012 و2018. الراجل ده برضو من كارت التعريف بتاعه ان هو رئيس حزب مصر الفتاة، وعنده جمعية مش عارف ايه كده للقضاء على الفقر والحاجة كده. اسمه هو يقول بيدعي ان هو مهندس، اسمه حسين بركات، و انه كان في النمسا ومتجوز نمساوية وكان ليه براءات اختراع مش عارف ايه وجاي هيحل مشاكل ايه وكلام من النوع ده. المهم هذا الشخص ظهر على اساس انه هو احد الرجال الاعتباريين، وانه هو كمان على صلة بعبد الفتاح السيسي وعلى صلة برجال في المخابرات الحربية، لواءات في المخابرات الحربية، وقصة طويلة عريضة كده. وكان له ظهور على السوشيال ميديا وكان له ظهور في الفضائيات. يعني اللي هيدور على اسم حسين بركات، لو حضرتك او مرة تابعني وما سمعتش مني الاسم ده قبل كده او ما سمعتش الاسم قبل كده، اذا دورت على المهندس حسين بركات هتوصل لنتائج كتير هتفهم اللي انا بقوله عنه. الشخص ده
تواصل مع محمد عيسى داود، وهما لان الشخصيتين قريبين من بعض، ولان الشخصيتين عندهم نفس المواصفات، الكبر والغرور والتعالي والشيطانة والأبلسة، ولان الشخصيتين مصنوعين وكل واحد فيهم عاوز ياخد الدور قبل التاني، فكانوا في حالة ندية وحالة نزاع. واراد حسين بركات ان هو ينازع داود في يعني ما يطرحه وما يقوله في علامات وبشريات وما شابه. وكان داود في الموسم الاول من خارج الحدود بيهاجم السيسي وبي يعني يعارضه وبي يعني ينتقده وما شابه. فكان حسين بركات راسل داود ببعض الرسائل الصوتية على الواتساب بتاعه، كنا احنا عرضنا بعض الاجزاء منها مقاطع وما شابه. فتعالوا بينا نسمع هو رسالة مهمة جدا من حسين بركات لمحمد عيسى داود، بيكلمه فيها عن عبد الفتاح السيسي وبيوضح وجهة نظره تجاهه يعني استناده العلمي وما شابه، وايه هو السيسي بالظبط ودوره ودور حسين بركات ايه في الموضوع وما شابه. فنسمع الكلام ونرجع نناقشه مع بعض مرة تانية. السلام عليكم. شوف بقى حاج محمد، اخر حاجة عشان اختم معاك الرسالة اللي جاية لك. بص، الحاج عبد الفتاح السيسي الرئيس ده رئيس، وهو خالد ابن الوليد المحارب الرهيب، فاهم؟ اسمه ايه بقى؟ اسمه عبد الفتاح سعيد. ليه سعيد؟ عشان حسين اللي هو الحسين ابن علي هيكون ايه؟ خليل السيسي، زي ما متوقع العارفين، مش انت اللي متوقع، العارفين بالله، واخد بالك؟ فدي اول حاجة اللي انت قلتها، فالله بينزع ويؤتي الحكم الايه لمن يشاء. فالراجل ده هو انت مش عارف طبعا، وقعدت تتكلم بدون علم، وانا كل حاجة بديها لك بعلم. هو سين، وفي سين الزهيبي وفي سين، فسيادتك ما تعرفش الفرق بينهم، لان في شبكة رقمية بين العلم اللي موجود في الكتاب المرقوم والسنة النبوية مع اللي نطق به العارفين عن طريق الهام او وحي، فاهم حضرتك؟ دي اول نقطة. فمحدش يقدر يقرب له، وهيجي هو لوحده وهيعرف الامام مش من عن طريقك انت. طيب، زي ما سمعت حضراتكم دلوقتي هذا الشخص مبدئيا، بس كده انا عايز اقول حاجة عشان اللي هيدور ورا حسين بركات. حسين بركات لا عنده علم ولا يمتلك علم ولا لديه اي نوع من انواع العلم غير خزعبلات نقدر نقول عليها تندرج تحت مسمى اطلاقه حضرة سيدنا الامام علي عليه سلام الله من واقع نصوصه عن اخر الزمان وحديثه عن اخر الزمان، مسمى كده اسمه ايه؟ العلم الجاهل. ان في وقت هينتشر فيه علم جاهل، فده مصطلح برضو مهم وخطير وبليغ جدا، شبيه بشجرة الحنظل وبنخلة الحنظل. علم جاهل دي لازم نقف عندها كويس. ففي ناس مدعية علم وما هو بعلم بالمطلق، زي ما اللفندي كده قعد اولا طبعا ما تفهمش ازاي السيسي خالد بن الوليد، يعني ما تفهم ليه بقى هو عايز يقول ان السيسي هو صاحب مصر، فهو المحارب الرهيب، فيعني بصفة ان خالد بن الوليد يعني رضوان الله عليه كان احد الصحابة المحاربين الاشداء، ولو يعني صفاته العسكرية المعروفة عنه وشجاعته وما شابه، فبقى السيسي بقى ايه هو خالد بن الوليد هذا العصر، او ربما عايز يقول ان خالد بن الوليد بيحضر على السيسي، او يعني روحه بتحل على السيسي ربما، يعني لان الناس دي بتتكلم في الامور دي كتير، وهذا الرجل ايضا له علاقة بالجن وبالشياطين وبتحضيرها وما شابه. يعني نيجي بقى النقطة بتاعت زي ما هو متوقع العارفين. يعني ايه متوقع العارفين؟ عشان بس لو حد بيتكلم معاك ويقول لك لفظ زي كده قول له يعني ايه متوقع، ولا عارف بيتوقع؟ العارف لا يتوقع، العارف بينقل عن خبر للوحي، خبر للوحي عن طريق رسول او عن طريق ولي او عن طريق الهام او عن طريق رؤية، ده العارف. ما هو كده مين اللي عرفه؟ يعني العارف عارف من ذات نفسه، العارف عرف بأسلوب ما، بوسيلة ما، خد من رسول أو من نبي، خد من ولي، خد من الله مباشرة بإلهام، خد من رؤية صالحة طبعا كده.
ده اللي عارف، ده اللي احنا نعرفه. لكن اللي عارف لا يتوقع، مفيش حاجه اسمها يتوقع ويتنبأ والكلام اللي بيدوروه في الميديا عشان في الاخر يروح مديك ليلى عبد اللطيف ويديك جوي عياد ويديك علي علوكة ويديك اشرف كوخه يقول لك المتنبئه والمتنبأ والمتوقع والفلكي والفلكيه وكده، ومفيش بقى حاجه اسمها نبوءه سماء، احنا نمشي ورا دول. المهم زائد ان هو قاعد يفند الاسم بطريقته هو بقى، ده العلم اللي معاه، هو قاعد يفند زي ما حضراتكم سمعتم كده، لان ده امر منتشر بقى على السوشيال ميديا سواء مع عبد الفتاح السيسي او مع غيره، تفنيد الاسماء بالصوره اللي احنا سمعناها دي. هو عبد الفتاح يعني هو راجل فتاح بقى بتاع الفتح، زي ما احمد شاهين كده قال لك هو الفاتح، هو كامام الفاتحين ولا كبير الفاتحين، هو اللي حرر القدس و2015 وكده، مش هنعيد بقى نفس الكلام. وهو سعيد ليه؟ سعيد ليه هو سعيد؟ عشان خليل السيسي، عشان هو خليل كلام كده يعني الحسين ابن علي. ايه ده ايه ده ايه ده ايه اللي انت بتقول ده يا عم؟ ايه التخاريف دي؟ ولا انت بتسقط على نفسك عشان انت اسمك حسين، فبقى الامام المهدي هيبقى اسمه حسين زي ما انت ناشر على صفحتك وحاجات كده؟ ما احنا هننشر لك برضو حاجات، يعني هنجيب لك حاجات دلوقتي. انت حبيبي، ده قلت لك انت معايا في العبس والعبسين، ده انا شايلك التقيله يعني. طيب في بوست في اطار 2020 في نوفمبر 2020 نشر على صفحة المحفل الماسوني تحديدا في 12 نوفمبر 2020 بيوصفوا تهنئة السيسي لجو بايدن بالنجاح بأنه تصرف غبي. تهنئة السيسي المتسرعة لبايدن أغبى ما فعله السيسي حتى الآن. وأنا هنا بوجه سؤال، دعونا بقى من يعني نص البوست، انا هنا بوجه سؤال لكل اللي بيسمعني، مين عتل وجامد وجديد في مصر طوال السنين اللي فاتت يقدر يستخدم اي وسيله اعلاميه من اي نوع ويكتب عن السيسي الكلمتين دول ويبقى متساب؟ الا اذا كان السيسي ما يقدرش يكلمه، السيسي ما يقدرش يقول له بم، السيسي ما يقدرش حتى يبص على حاجه زي كده، يبص على حاجه زي كده. ولعلها دي اشاره مهمه، ده مش اشاره، ده اكتر من اشاره، دي اشاره وعباره وقرينه ودليل وكده يعني، بس لمن يفهم على حاجات كتير نقدر نستنتجها فيما بعد. هنرجع بقى دلوقتي لحسين بركات. تعالى حبيبي، وقت اجراء الترميم والاصلاح في مسجد حضرة سيدنا الامام الحسين سلام الله عليه، حصل انفجار للمية هناك بشكل كبير جدا، قلت ده ماسورة مية ضربت ومش ماسورة مية ضربت وكلام كده، لكن مش دي الحقيقة. الحقيقة يا سادة يا كرام ان هذه البقعة الطاهرة تحت منها فرع من فروع النيل، فرع ارضي تحت الارض من فروع النيل، بيصب هناك في بير، في مية جوفية، في ما شابه يعني. وهذا الفرع ايضا واصل من تحت الارض الى بئر زمزم، هو المصدر الرئيسي لبئر زمزم. هكذا يقول التراث والموروث لمن يبحث ويغوص بحثا هيوصل للنتائج دي. فكانت هناك رغبة ومؤامرة من ضمن المؤامرة الكبرى في سرقة رأس حضرة سيدنا الإمام الحسين. وهنا لازم نقف وقفة مهمة جدا قبل ما نناقش موضوع الرأس دي. هو ايه سر ان احنا كل شوية يطلع لنا حد يشكك في وجود الرأس الشريف، على الرغم وده كلامي موجود وعلى اليوتيوب مع طارق علام، الرجل الذي شاهد الرأس بعينيه بيتكلم وبيشهد. دخلت من فوق. أيوة. نزلت تحت. ثلاث درجات. ثلاث درجات. نعم. شلتوا حاجة ولا؟ انت هنا في البتاع دي معمول لها اف. تمام. فشلتوا معايا انا مفتاح الاف. فتحت واشتلت. تقدم ابو جايبين لمضة كشاف معانا. فنظرنا فاذا بالقطعة الخضراء فيها. فنظرنا فاذا بالقطعة الخضراء فيها.
فإذا القطعة الخضراء فيها الرأس. الرأس مغطاة ولا مكشوفة؟ لا مغطاة. مغطاة. بس إحنا كشفناه لنرى. كشفت لقيت يا حضرتك؟ عندما كشفنا فحمس ما أقدرش يعني ما أقدرش أتصور. أنا شميت العود الأعلى أنواع العود. شميت الياسمين على أعلى أنواع. اللهم صل على النبي. رائحة ساعة ما فتحنا القطعة الخضراء وزرارة الرأس رائحة لا تتخيل. فأنا قلت الله. فرح عمر الفاروق واخذ القطعة من إيدي ولفف الرأس ثاني. يا جماعة شفتم؟ قالوا نعم تفضلوا. راح حطت الرأس والرأس كأنه شخصية قاعدة قدامي. أنا طبعا ساعتها ارتعشت. فتقدم الأخ عمر الفاروق واخذ القطعة ولفها وحطها وطلعنا ورحت قافل تاني بالقفل. لجنة سنة 1991 من الأزهر الداخلية الأوقاف وجهات والآثار وجهات أخرى شكلت هذه اللجنة وتم يعني عمل زي فتح للضريح الشريف وتم التأكد من وجود الرأس الشريف في مكانه في مصر. والكلام موجود مع طارق علام، أو ابحث كده طارق علام ورأس الإمام الحسين، يعني اكتب أي حاجة هتوصل يعني. عشان بس من ايه، طبعا انا كنت الكلام ده استعرضته قبل كده بس مش هقعد بقى كل شويه نعيد ونزيد كده مش هنخلص يعني، كده هنقعد 7 سنين نتكلم. فالمهم في الاجواء دي، في الاجواء دي انتشرت على السوشيال ميديا برضو قصه ان الرأس الشريف مش موجود، وان رأس سيدنا الامام الحسين ربما تكون في عسقلان لسه، تكون في العراق، او تكون هي الرأس اللي موجودة في فرنسا مش عارف في متحف اللوفر ولا في متحف ايه كده. ومواضيع تكتب بقى، هل الرأس اللي موجودة هناك في المتحف دي رأس الحسين ولا رأس يوحنا المعمدان ولا رأس مش عارف مين ولا رأس مين، وكأن الله سبحانه وتعالى يعني ايه مستهين بعباده الصالحين ومن الأنبياء والأولياء عشان يجعل أجسادهم ورؤوسهم في أيدي الخبساء ليعبثوا بها ويضعوها في المتاحف لتصبح مزارا، لتصبح مزارا. وخرج علينا الأمور حسين بركات بالبوست اللطيف ده، وسيبك من أي كلام في البوست لأن البوست كله مختصره في الصورة، هو عاوز يقول إن هو شبه سيدنا الإمام الحسين وإن هو وريثه وإن رأسه هو دي رأس إيه؟ الرأس اللي بيتكلموا عنها في فرنسا، دي الرأس اللي بيتكلموا عنها فرنسا بإذن الله يقطعوا له رأسه بإذن الله ونحطها له في متحف الحمير بإذن الله كما يتمنى يعني. وإن هو بيشبه نفسه أصلا بسيدنا الإمام الحسين على اعتبار إن هو شبه الرأس دي، على اعتبار إن هو شبه الرأس دي. الله أعلم دي رأس مين، الله أعلم دي رأس مين، لكن في النهاية كانت الليلة دايرة وكان النصاب ده بيأدي دوره في ان هو يمرر الفكرة عشان خاطر لما بعد كده تكتشف ان الرأس مش موجودة ولا ايه مش موجودة، ويطلع واحد زي ده بقى وغيره 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 يقولك احنا قلنا ان الرأس مش موجودة وكتبنا واعلننا وهيصة بقى وعيش عيش. كل ده مرتبط بايه؟ مرتبط بالمتحف الاسلامي اللي هم ولا المركز الاسلامي ولا النيلة اللي عايزين يعملوه في العاصمة الادارية ويجمعوا فيه اجساد السادة آل البيت واولياء الله الصالحين والصحابة اللي في مصر، وطبعا عايزين يجمعوا اجساد الانبياء سيدنا هارون ويعني كل بقى الانبياء المطلوبين في مصر وفي الجزيرة العربية، كل ده يتجمع يبقى تحقيق الدجال عشان لما يخرج بقى بسلامة اللي جابوه يبقى الاله الاعظم بقى العظيم العظماء، حتى بصوا اجساد الانبياء والاولياء كلها معايا بموروثهم بكله بموروثهم بكله. فالبهوات بيساعدوه، البهوات بيساعدوه بكل مش بيساعدوه بينفذوا الاوامر حرفيا كبار او صغيرين. ومن هنا هقول كلمة يعني قلتها قبل كده كتير والبعض سأل فيها ازاي وكنت هقولها تاني، الكل سيقتل كبار او صغار، طبعا ده من الصغار، ده من الصغار بس بإذن الله راسه هتنال الـ 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 الامنية بتاعته وتفصل عن كتفيه
يعني انتقاما وعقابا على افتراءهم جميعا على الله ورسوله وانبيائه وملائكته وكتبه وعلى مقدساته وعلى كل حاجة. هؤلاء الناس طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد وأصابونا باللعنات ولعنات ولعنات لا أول لها ولا آخر، مستمرة استمرار وجودهم باسي بركات في منصور يوم 13 أكتوبر 2022 قبل مؤتمر المناخ بحوالي شهر. بيقول ايه بقى في الافندي؟ طبعا هو هنا بيقدم نفسه بقى كصاحب كصحابي كامام، ما تفهمش يعني هو اي حاجة، انا معاكم لا ولع في نفسي. بيقول ايه بقى؟ بيخاطب السيسي بيقول له ايه؟ الى رئيس العالم، الى منقذ العالم، النداء الاخير على طيارة الدوحة قبل فوات الاوان والطوفان، انقذ مصر والعالم ونفسك، تدبر كلام الله جيدا ثم تدبر الحل، وانت مقبل على مؤتمر. سيبك من كل بقى الكلام اللي هجايز ده، بس خد بالك من ايه؟ رئيس العالم، منقذ العالم، انقذ مصر والعالم، متدبر كلام الله، مش عارف ايه، ظهر الفساد في البر والبحر. وبعدين بقى هو ايه حاطط صورته؟ وما تفهمش ايه العلامه اللي حاططها على قورته دي؟ ما تفهمهاش يعني. هو وعاوز يقول ان ده لفظ الجلاله او بيعبر عن لفظ الجلاله، ما تفهمش يعني في حاجه معينه. دي صورته هو في الجيش باين ولا ايه؟ ما تفهمش يعني. هو برضو انا راجل تبع الجيش يعني، هو انا على علاقه بالقوات المسلحه، ما هو صاحب مصر من العوام، لكنه على علقه بالقوات، بالجيش، بالجند، على علقه بجند مصر، فعلقه بجند مصر مش معناه ان هو كان فيها ومشي. العلاقه مش بالضروره هو علاقه، مش ما كانش هيقول لك كان منهم، لو هو من الجند هيقول لك كان من الجند، لكن علاقه دي مالهاش دعوه ان هو بالجند. ما علينا يعني، ما احنا بس يعني ايه بنواجه عقول تعبانه يعني، الله المستعان. وجاي بقى هو ايه حته من نشيد الانشاد وعمال يحلو يحسوك في حاجات كده ويرسم رسومات وبتاع، وهو المهم يعني هو يعني امام بقى، هو صحابي، حطوه في اي حاجه، خدوني معاكم، وهو لابس احمر اهو وزي الفل. يلا الله المستعان. هنرجع بقى ليه احمد شاهين الصحابي الاستبن، استبن العيسى داود، استبن عيسى داود كان برضو شغال مش واقف يعني، الراجل ما بيقولش لا يعني. ده منصور بقى ليه احمد شاهين في 3 أكتوبر 2020 بيقول لك ايه؟ الكلام ده جد مش هزار، وهخصص عنه حلقه واسميه السوبر ستيشن والفال، السوبر ستيشن والفال، اضافه للتقمص والتناسخ، وكلها معتقدات صحيحه. بعض الاعتقادات القديمة تقول أن الوحمة هي الطريقة التي تم قتلك بها في الحياة السابقة، ومن لا يملك وحمة فهو مات بشكل طبيعي. أنا أعلن أني تقتلت قبل كده، ومش هقول لكم مكان الوحمة، كل واحد يدور على وحمته، والموضوع خطير جدا. الفلكي الدكتور أحمد شاهين نوستراداموس العرب. فعلا هو موضوع خطير جدا، لأن مكان الوحمة واضح ان هو في حتة حساسة وانت مش قادر تكشف عنه، صح؟ اه. طيب الواد ده باختصار في البوست ده عاوز يتكلم عن عالم الاشباح بشكل معين، وعاوز يقدم نفسه بقى ان هو هيعبر العالم الخفاء، وهيعبر العالم الباطني، وهيعبر الجو اللي هو ايه اللي مذكور في النصوص، بس هم بيفسروه بجو الابلسه والشياطين والجن والامور دي، وانه اتقتل قبل كده، والوحمه دي مش عارف ايه، والمعتقدات القديمه والمعتقدات الاغريقيه ايه. احنا واحد يا ابني مش بتتكلم باسم الاسلام؟ مش انت يا حبيبي بتقول ان انت الصحابي ووريث حضره سيدنا رسول الله؟ ايه دخل بقى المعتقدات القديمه والمعتقدات الحوافريتيه؟ ايه ما مش في قران وسنه وموروث ال بيت وموروث صحابه وكده، ولا في حاجه تانية؟ ما علينا يعني. 30 نوفمبر 2020، ولم يبقى سليم إلا السبعة، وثامنهم الذي في السماء لزيم، فيرتب لهم الأفكار ويعود لهم النهار، وتسيل بالماء الأنهار، فتعود جزيرة العز خضراء، أي يفوت جزيرة العرب خضراء، ومن حولها في نماء،
وتكون خزانة العالم بالكنانة، وتمد لمن حولها وتمد لمن حولها الإعانة، لا ولا يبقى شر موجود طالما ألف الشين يسود، فأمره غير مردود، يضع الجزية في أهل الذمة، ويلم شمل الأمة، ويشمل عدل الجميع، وليس في حكمه حق يضيع، فهو مستحق الدار، ولذلك هذا الديدار، وهو عين الاسم السيني، فكأنه ديداره شاهيني، فلا عجب معه ولا عجيب، ولكنه المحارب الرهيب، والكلام عنه يطول، فهو أصل من الأصول. النص ده بيتكلم عن صاحب مصر وعن مواصفاته إلى آخر يعني أمور ناقشناها كتير قبل كده. ما ناقشناش النص ده قبل كده، لكن في كلام أو توصيفات أو مصطلحات مذكورة في نصوص أخرى تناولناها وناقشناها منها، يعني حتى برضو المصطلحات الفارسية المستخدمة، وقلنا مستخدمة ليه المصطلحات الفارسية في الحاجات دي، يعني اللي بيسمعنا الأول مرة إذا رجعت أرشفنا هتفهم حاجات كتير. لكن هو في النهاية عايز يقول إن هو تامن السبعة، سبعة فتية أهل الكهف في آخر الزمان الاعتباريين، هو تامنهم في السمان الإلازيم، اللي هو يعني النص ده بيتكلم أو بصورة أخرى عن إشارته أو رمزه في سورة الكهف وإشارته في سورة الصف. هو رمزه في سورة الكهف المفروض أنه هو كلب أهل الكهف، يعني صاحب مصر، يعني زي ما برضو شرحنا حاجات كتير بكده. لكن هو كان في وقتها بالتزامن مع خارج الحدود شغال برضو، بيقدم نفسه وبيقدم نصوص وبيسقطها على نفسه وما شابه. في 11 سبتمبر 2021 نشر المحفل الماسوني البوست اللي امام حضراتكم ده، بيقولوا فيه تصريح ملفت للنظر لرأس الدولة اليوم. لحظة، هو ما بيتكلموا عن السيسي ما بيقولوش رئيس الجمهورية او رئيس الدولة، بيقولوا رأس الدولة، دايما يخطبوه او يعينوا الحديث عنه او يوصفوه بالكلام بالطريقة دي. بخصوص العنصر الخفي، ونتفهم جيدا مقتضيات السياسة والصوابية الرسمية التي ادت لتوصيف ذلك العنصر بالخفي، اما نحن فلا نعتمد وسيطا من الصوابية أو مفردات التوائم تلك، وما نقوم به نقول بكل بساطة ونظهره للعلن. وهنا تجدر الإشارة إلى تصريح المهندس الرئيس عن ذلك العنصر الخفي للبعض، حيث أنه بالنسبة لنا ليس عنصرا خفيا، نحن نعرفه جيدا ونعرف عنه كل شيء، وحطمنا أجنحته وقلمنا أظافره وشردنا وشتتنا قواعده وأعوانه في الأرض، وحولناهم إلى مجرد حيوانات أليفة تكتفي بالبكاء والنحيب أثناء الدعاء علينا. هنا نقف وقفة خطيرة ومهمة لازم ننتبه لها كويس جدا. أولا، المقصود من العنصر الخفي اللي هما بيتكلموا عنه مقصدين، مقصد ظاهر ومقصد باطن. مقصد ظاهر هما بيروجوه للناس، وهو الإسلام السياسي أو فكر الإخوان وأخواتها وما معهم، إن هما دول كمان ممثلين للإسلام، وإن هما دول اللي بيعبروا عن الإسلام، يعني الآخر بقى اللي احنا عرضناه في 35 حلقة سابقة، اللي هيراجع هيفهم اللي انا بقوله. لكن وان هما قلموا اظافره وصحيح، هما يعني نهوا على الاخوان تماما، على الرغم ان الاخوان جزء منهم، وده اشارة برضو للجميع بان هما ما عندهمش غالي ولا عزيز، الكل مصنوع لاهداف معينة، وعندما يأتي معاد التضحية بهم لان ادوارهم انتهت مفيش تراجع في هذا الامر. فالإخوان كارت اتحرق خلاص وأدى دوره وخلص، فهم أرادوا سحقه على مستوى العالم عشان يبقى عندهم شيء يستفردوا بيه عضلاتهم زي كده، احنا خلصنا عليهم وبتاع ومش عارف ايه. زائد ان يقول لك ايه الإشارة دي بقى ليك انت بشكل عام، انت اللي ضدهم بشكل عام، هم بيكتفوا بالبكاء أثناء الدعاء علينا، انتوا ده آخرتها، تقعدوا بخيبتكم كده على تنزويوا وتصلوا وتدعوا وخلاص، لكن انتوا لا قيمة لكم
ولا فائدة منكم، لان احنا سيطرنا عليكم تمام السيطرة وتحكمنا فيكم تمام التحكم، فاصبحتم لا عمل لكم في سبيل الله، وبالتالي اي شيء هتعملوه لا قيمة له، وحتى دعائكم وصلاتكم لا قيمة لها، لان الله لن يقبلها. هم فاهمين ده، هم فاهمين ان بدون العمل السليم والجهاد في سبيل الله واعلاء اسمه وشأنه واعلاء قضايا الدين الله في الارض وقضايا المقدسة، هم فاهمين ان لا استجابة، هم عارفين ده وبيقولها لك بطريقة مغلفة. لكن هل العنصر الخفي اللي هم بيقصدوه واللي مضايقهم اللي خلى المهندس بتاعهم، اقف بقى هنا ونربط الكلام عشان ده كلام مهم، وبيتكلموا ان المهندس الكبير بتاعهم عبر عن العنصر الخفي ده بصراحة لبعض المقربين. طب ما يقولوا لنا، مش هم قالوا في الاول احنا ما بيهمناش وهنقول وبتاع؟ طب ما كانوا قالوا، ما لو هم فعلا التيار الاسلامي السياسي ما كانوا قالوا ده، كانوا هيفردوا اجنحتهم على الاخر ويقولوها بمنتهى الاريحية ومنتهى الثقة والثبات، وهم في قمة التفاخر والغرور المعتاد بتاعهم. لكن هم اصروا ايضا ان هم يخفوا مسمى هذا العنصر، يعني هم بيقولوا السيسي ما قالوش ليه مؤامات ومش مؤامات وبتاع. فانتظرنا في تكملة البوست ان هم يعلنوا على مين العنصر ده، فما اعلنوش. فيا ترى مين العنصر ده، العنصر اللي مضايقكم ده؟ انا عارف وهنقوله بقى للناس. ابناء عمر سلمان في كل مكان، صح؟ فمضايقينكم ومش عارفين توصلوا لهم ومش عارفين تحددوهم ومش عارفين تعرفهم مين وفين وبيعملوا ايه، فمضايقينكم. عنصر خفي، في عنصر خفي بيلعب في نفوخكم ومضايقكم، فمش مريحكم يا عيني، الكرسي مش مظبوط. يعني اللفته الجميله بقى في البوست ايه؟ هو التوافق بين تصريح السيسي وبين كلامهم عن افصاح مهندسهم الكبير لبعض المقربين عن العنصر ده. في ربط بقى، فهل السيسي واحد من المقربين دول، واحد من اللي كانوا سمعوا الكلام، ولا دي تعليمات جايه له ان هو يقول نفس الكلام ده في نفس التوقيت؟ يعني نفهم، حقيقة نفهم، ومن حق حضراتكم بقى تتساءلوا وتثيروا التساؤلات وتدوروا على اجابتها، ولا ايه؟ هنا في نقطة احب ارجع اليها قبل 2020، لكن هتاخدنا لما بعد 2020، ومهمة ايضا للتدليل على ان الماسونية العالمية تحكم مصر بواسطة مندوب الدجال وبواسطة رجلها عبد الفتاح السيسي. المحفل الماسوني في، طبعا البوست ده احنا كنا ناقشناه قبل كده في حلقات سابقة، لكن بنعيد ونذكر عشان خاطر اللي بيسمعنا لاول مرة ويعني يحب يفهم اكتر. في 21 نوفمبر 2018، رؤيتنا لمصر الحديثة لا يوجد فيها معمم ولا شيخ، ولن نراعي فيها أحاديث وأقوال قيلت منذ مئات القرون ومات من قالها وشبع موتا. طبعا بيقصدوا حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعايز أسأل كل اللي بيسمعني النهاردة بعد 6 سنين من البوست ده، يا ترى أخبار رمضان معاكم إيه، وأخبار ممارسة العبادة والشعائر في المساجد وما شابه، ويا ترى اللي انتوا فيه دلوقتي له علاقة بالسطرين ثلاثة اللي احنا قرناهم دول ولا ملهمش علاقة؟ نكمل. دولة المستقبل لن يحكمها الراقدون تحت التراب، ولن يدير الأموات شؤونها، ولن تسن القوانين والتشريعات وفقا لما قالوا. يعني دولة كافرة ملحدة لا تتبع منهج السماء، لا قرآن ولا سنة ولا غيره، احنا هنلغي الكلام ده كله، مفيش الكلام ده. في دولة المستقبل ستتم المساواة كاملة بين جميع افراد المجتمع دون ادنى اعتبار للجنس او الدين او العرق، مساواة تامة كاملة في الواجبات والالتزامات بما فيها الخدمة العسكرية، ومساواة تامة وكاملة في الحقوق بما فيها الميراث. سيتم منع وتجريم تعدد الزوجات، سيتم حظر كافة مظاهر اخفاء الهوية في الاماكن الحكومية والعامة، سيتم تطبيق قوانين البيئة المحايدة والتي سيكون من ضمنها تجريم اصدار ضوضاء تزيد حدتها عن ذبذبات صوت الشارع بما في ذلك ابواق السيارات وميكروفونات المساجد. خلاصة هدم الدين، اهدم الشرع بكل أركانه، الشرع بكل ثوابته وبكل مظاهره. حضراتكم عليكم أن تتأملوا المشهد جيدا في الأمة العربية جمعاء من المحيط إلى الخليج،
وتمسكوا عنوان عنوان من دول وتفتشوا عنهم موجودين على الارض ولا مش موجودين، بالبروسيس شغاله ولا مش شغاله، ولو موجودين وشغاله يا ترى مين اللي بينفذ ومين اللي بيؤدي على الارض، سلطه ولا اشباح جايين من الخفاء. يا ريت بقى ايه نصحصح ونركز ونوعى وننتبه لشدة الخطورة اللي احنا فيها. نحن يعبث بنا ويقذف بنا قذفا الى ويلات الجحيم. المسار اللي احنا ماشيين فيه ده مسار الكفر، مسار الكفر. فلو عايزين تستمروا في الكفر استمروا، هم موجودين معاكم هم ومسيطرين على الظاهر ومفيش حاجة فرقة معاهم ودايسين ودايسين على الاخر. فبرحكم كل واحد عقله في راسه يعرف خلاصه. من المحيط للخليج، والاسلام والايمان مش عبادة وشعائر وبس، لا 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 لا، ده القلب لازم يشتغل ويحمى ويقوى وكده ويبقى منفعل لله ورسوله ولقضايا دينه المقدسة. نفس الامر عند المسيح الحق، نفس الامر عند اليهودي الحق، عشان بس نبقى متفقين. يعني نكمل بقى في نقطة مهمة خالص، عسولة ولزوزة هتؤكد ان الماسونية تحكم مصر. هناك تعديل دستوري شامل قادم سيحاكي فيه دستور مصر دساتير بلدان العالم المتحضر، ولن نراعي ولن نستأذن المعممين ولا جواسيس الأزهر ووكلاء البدو قبل القيام بذلك، كل شيء بأوان. وهذا المنشور للتوثيق لاستخدامه كمرجع في المستقبل كما اعتدنا. وبعدها بشهور فعلا تم تعديل دستوري اللي بناء عليه، ده كان بعد كمان التعديل الدستوري اللي مدة الرئاسة فيه اتغيرت، لكن كان فيه تعديل بعد كده تلاه، وبعد كده حصل تعديلات اخرى في السنين اللي بعد التاريخ ده. لما نرجع كده للتعديلات الدستورية ونفتش هنلاقي ان فيه تعديلات دستورية تمت بعد هذا التاريخ بالظبط، وبدأوا فيها يمرروا بعض الامور اللي هم عاوزينها. في 10 سبتمبر 2022 نشروا البوست ده وقالوا فيه: من افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة سيجرى تعديل دستوري محدود يتم فيه تعديل المسمى الدستوري للدولة المصرية من جمهورية مصر العربية إلى الجمهورية المصرية، كما يجري حاليا فكرة استبدال النشيد واستحداث نشيد جديد. الجمهورية الجديدة اللي عناوينها مغرقة الميديا يمين وشمال بقالنا سنين، هاشتاج الجمهورية الجديدة، جمهورية الدجال، أرض الدجال اللي هيحكم منها العالم، اللي الممهدين بنوها له لأجل ما يستقبلوه فيها ويسلموه الملك والحكم السياسي للعالم، اللي منه يروح عشان بعد ما يكون استلم الملك الديني من القدس. عشان بس نربط القصة مع بعضينا، اسرائيل الكبرى دي شاملة كبيرة يعني، فكل حتة واخدة حاجة، في الملك السياسي، في الملك الديني، في الملك الفخامة اللي هو في الهرم اللي هو بقى الملك يعني القباهة والعزة، ده مركز تاني للملك كده يعني، عشان بس تبقوا حضراتكم في الصورة. واللي يعني عايز يفهم يعني ايه الهرم يشوف ما يسمى برؤية خوفه ولا محور خوفه 2030، هيفهم احنا رايحين فين او هما بيخططوا لفين يعني. لكن هما المهم في الموضوع هنا هو الاشارة لتغيير اسم مسمى الدولة، هنشيل منها كلمة العربية خلاص، هننسلخ تماما بقى عن كل هويتنا الاسلامية والعربية دي، مفيش لا اسلام ولا عروبة ولا اي حاجة تنسبك لحضرة سيدنا رسول الله، لا روحيا ولا نسبا ولا لغة، لان العربية قومية لسان القرآن الكريم، لسان القرآن الكريم، مش قومية عرق، قومية لسان. ومن هنا بننبه على كل غافل عن هذا الامر، لو سمحت انتبه، القومية قومية لسان القرآن الكريم، لا قومية عرق ولا قومية جنس. فهم عاوزين يشطبوا على الاسلام بكل ما هو يعضده او يتعلق به، فلازم ننتبه لهذا الامر جيدا. بعد الكلام ده
بعد الأسابيع والشهور خرج ابن شولة الشاذ إيدي كوهين بهذه التويتة: معاك حق يا نشهت يديه، بدل النسر البايض يبقى النجمة السداسية إن شاء الله. نشأت الديه يدعو إلى تغيير علم مصر. ده كان في 22 إبريل أو في 23 إبريل 23، يعني من حوالي سنة. فهنا إيدي كوهين بيزكي الفكرة وبيؤيدها، وكمان عاوز نشيل النسر أو صقر قريش يتشال ويتحط مكانه نجمة إسرائيل، مش نجمة داود، لأن سيدنا داود بريء من هذا الفعل، أو إسرائيل نبي الله إسرائيل بريء من أفعالهم ومن شرورهم، وحتى النجمة السداسية ملهاش علاقة بشرهم، هما واخدينها عاكسين معناها وإسقاطاتها وأهدافها، إلى يعني ده مش موضوعنا دلوقتي، لكن في النهاية رمزيتهم عاوزين يحطوها على علمنا المصري، ويبقى كده خلاص الولاء التام لدولتهم. لكن اللي لازم نتوقف عنده هو ان تصريحات نشأة الديهي جت بعد منشور المحفل بتاع اللي بيتكلموا فيه عن افتتاح العاصمة الإدارية، وهو بيتكلموا عن افتتاح العاصمة الإدارية ان هي بتاعتهم، حاجة هم المتحكمين فيها. وطبعا اللي هيراجع حلقات العبس والعابسين هيلاقينا ناقشنا منشورات تخص بقى الاوكتاجون، وتخص المباني اللي هناك، وتخص كل الكلام بقى اللي هو بيتكلموا فيه ان ده بتاعهم هم، لاستقبال مهندس الكون الاعظم، لاستقبال مهندس الكون الاعظم. بعد كده هنلاقي ان في كلام ظهر فجأة عن مشروع يسمى مشروع الجينوم، وفجأة لقينا عبد الفتاح السيسي بيكلمنا عن هذا المشروع وبيقول: مشروع لمعرفة جينات المصريين وسبب أمراضهم، المشروع يهدف لدراسة الجينات المتعلقة بأمراض القلب والأورام والأوبئة وتطبيق العلاج الجيني في الأمراض المستعصية والوراثية والوراثة الدوائية في العلاج. هو من إمتى المصريين عندهم أمراض وراثية؟ يعني من إمتى العلم في العالم بالذات في 100 سنة الأخيرة أي نتائج بحثية في العالم أشارت إن الجين أو العرق المصري عرق حامل للأمراض الوراثية؟ ده من إمتى يعني؟ ده لو كنا حاملين الأمراض الوراثية كنا تم إبادتنا، كنا متنا مع من 2000 سنة. لا، ده بقى الكلام ده أولا له معاني كتير ولازم نقف عندها. اول معنى هو ايه؟ ايهامك يا مصري ان انتشار الامراض اللي موجود ده، لا ده مش سببه فيروسات بتترش عليك بالكيمتريل ولا بالبيوتريل ولا بتكنولوجيا الدجال ولا بالمبيدات المسرطنه ولا من لا لا لا، مش كده من كده خالص. ولا اوعى تصدق كلام الامام علي لما قال ينثرون بارضها الموت غبارا ناثرة، اوعى تقول كده. لا، تصدق فتح السيسي في اللي هو بيقول انه في امراض وراثيه، الكبد الوبائي والسرطانات والحاجات دي كل ده وراثي، ده جين، الجين المصري جين قذر، ده جين وسخ، هو ده جين مصر ام البلاد وغوث الاباد، اول شعب في التاريخ، اول دولة نظامية في التاريخ، اول جيش نظامي في التاريخ، اول دولة مركزية في التاريخ، بقى جينها وسخ ولازم نعمل له مشروع عشان ندرسه ونبان قدام العالم ان احنا بماشيين على الحداثه وبنعمل حاجات بقى يعني اوعى يعني حاجات تطلع القمر. وقدام الشعب ده احنا بصوا متطورين قد ايه، ده احنا علميا بنعمل مشروع الجينوم، الجينوم اللي هو على وزن النيوم، جينوم على وزن النيوم ونوم يا نوم وحلاوتها زي ده حته. الهدف بقى هنفهمه من البوست بتاع المحفل الماسوني، هدف الرئيسي من المشروع ده. هما جم نشروا البوست ده باختصار شديد عشان يتكلموا عن ميزات الجين المصري، وان اي انسان في العالم بيحلل دي ان ايه ويكتشف في جيناته جين مصري بتبقى دي ردة فعله ودي فرحته و و و و و وطبعا كلام في النص عن امر برضو الانتساب للعرق العربي،
وان الجينات العربية ومش الجينات العربية وكلام من هذا القبيل. الخلاصة ايه بقى؟ الخلاصة ان المشروع ده الهدف منه الحصول على الجينات المصرية لعمل عمليات تخليق منها هندسة وراثية بقى واستغلالها في ايه؟ في مستنسخين هيطلعوهم، في استفادة طبية وصحية ليهم هم ياخدوا ميزات الجين ده ويشتغلوا عليها، ولمعرفة عوامل الضعف الجين ده ايه عشان يبتدي يتضرب اكتر واكتر للخلاص اكتر من الشعب. والموضوع بقى واسع وطويل وكبير وعريض، ماله اول وماله اخر، لكنه له كماله. كمالته في مشروع البلازما. ما هو الجين ده هنسحبه بايه بقى؟ ما هو عايزين الجين هناخده ازاي؟ لازم يبقى في حاجه نسحب بيها الدم، ومش اي دم، ده هنسحب عنصر البلازما. فاصرينا على مشروع انتاج البلازما. تصريحات الرئيس السيسي بحكاية وطن، انفوجراف الاثنين 2 اكتوبر 23. بيشرح بقى هو فكرة المشروع من وجهة نظره، وطبعا كلنا نتذكر الفيديو بتاعه في المؤتمر اللي هو كان عامله ودعا فيه الشباب المصري لبيع البلازما بتاعته مرة كل اسبوع. وطبعا اي حد هيبحث في هذا الامر هيكتشف ان البلازما لا يمكن ان هي تطلع من جسم الانسان بنسب بسيطة جدا، وكل مرة كل 6 شهور على الاقل، وان اذا حصل الامر كده ان مرة كل اسبوع فالانسان حياته هتضيع في خلال شهر، هيبقى انتهى، هيبقى خلص. بس هيكسب فلوس، ما هو السيسي قال كده، هتكسب فلوس كويسة، يعني في الشوط الواحد تدخل لك مثلا 700-800 جنيه، فمثلا في حياتك تضيع، قول مثلا بعد 6 شوطات مثلا ولا حاجة، قول خدت في الشوط 1000 فخدت لك مثلا 6-7 آلاف جنيه، تمن حياتك ده تمنك. البلازما بتاعتك اللي هي هيتعمل منها قصص وقصص وقصص، واللي عاوز بقى يفهم يعني ايه بلازما ودورها ايه وقصتها ايه دور بقى، عشان انا مش دوري هنا طبي ولا علمي ولا كده، انا اخري بشاور لك وبقول لك انتبه وخد بالك وربط. وبعد كده اهو نلاقي بيزنس البلازما واقتصاد الجيش، يعني الامر كمان متعلق بالجيش ولا متعلق بالعنصر اللي جوه الجيش؟ لا، متعلق بالعنصر اللي جوه الجيش. بعد نجاح اللي حققه خارج الحدود خصوصا في المواسم الثلاثة الاولى، ويعني استمرارية الصدى بتاع البرنامج حتى نهايته والموسم السادس، والاقتراب من الجولة الثالثة للانتخابات او الفترة الثالثة للانتخابات الرئاسية، عدنا من جديد لموجة القداسة، الرئيس المقدس. ويعني داود يعلم تمام العلم ان اجواء الانتخابات في المرحلة الثالثة هتتواكب تمام التواكب مع الاحداث الحقيقية لظهور الرجال الاعتباريين بالفعل. والاحداث الحقيقية لا يصنعها احد، نعيد ونكرر ان الاحداث الحقيقية احداث عشوائية تلقائية من الناس والعوام طالبين من الله الخلاص نتيجة كمية الكوارث اللي هتكون اصابت الناس والمجتمع، وان كل شيء اصبح في حالة ضيق شديد. وعشان نجيب من الاخر، النصوص تشير بصراحة وبوضوح، وده امر ناقشناه في نصوص قبل كده ناقشناها على القناة، ان هذه الجموع تكون الثالثة ثابتة، اخر جموع، لا جموع بعدها الى يوم الدين، استقرار وهناء ورخاء وسعادة باذن الله الى يوم الدين، وعلو ونصر وعز وفخر. لكن في النهاية عشان نبقى فصلنا الكلام ومحدش يقول لك ايه احنا ضمننا ومش ضمننا، اولا مفيش ضمننا، هو الحدث هيفرض نفسه ولا حد يعرف يصنعه ولا حد يعرف يوقفه، ده حاجة من عند الله. ثانيا ده وفق النصوص هو ده هتبقى اخر حشود واخر جموع مصر والأمة العربية هيشوفوها في امر ما يسمى بالتغيير السياسي والاجتماعي وما شابه. فعشان تبقى دي علامة بس مهمة لحضراتكم تبقى في البال كده وفي الخاطر وثابتة في الذهن، بان الحشود المنتظرة دي لا تصنع ولا احد يستطيع ايقافها
وهي آخر الحشود المعنية من كل الأحداث في سنوات الفتنة وسنوات خروج الرجال الحق، رجال آخر الزمان. بعد مشكلة نورة جديد وظهورها على السطح، أعلن محمد عيسى داود وأصابته دعمهم الكامل والمطلق لعبد الفتاح السيسي وأعلنهم أنه هو صاحب مصر. وبدأت الولاية نورة جديد تدخل على التعليقات بتاعتنا في اللايفات بتاعتنا وتكتب الرئيس السيسي صاحب مصر، الإمام الحسين أوصى بالرئيس السيسي. ارجع بقى لمنشط جريدة عاجل، ارجع لمنشط جريدة عاجل 2014، إمام علي أوصى بالسيسي رئيسا. هنا رجعناها تاني على لسان داود وأصابته، الإمام الحسين أوصى بالسيسي رئيسا. الرئيس السيسي هو صديق الإمام المهدي شخصيا. ما لازم بقى تقول كده ليه؟ لأن طبيعي أن صاحب مصر هو الوزير الأول للإمام، وهو ابن عمه، وهو يعني العلاقة بينهم علاقة أخوية وصداقة و كما سيكون، كما سيكون. الله أعلم إيه العلاقة ما بينهم، يعرفوا بعض ما يعرفوش بعض قبل ما يخرجوا للناس، ما نعرفش، الله تعالى أعلى وأعلم. فهي بقى ايه بتتبروق، هو صاحبه بقى. بعدين بقى ايه على صفحتها اللطيفه، صاحب مصر الامام المتغلب الفاتح، نفس المصطلحات والسكريبتات اللي ناقشناها قبل كده. الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله هو صاحب مصر. هي منظومه بتنفذ بالسنه متعدده، مين هيعرف ياكل مع الناس ويمشي النصبايا ويمرر المؤامرة ويسطو على الشخصيات الاعتبارية ومنها أقدارهم وخزائن الأرض، وبالتالي التمكين العالمي، التمكين العالمي. نكمل باقي المنشورات. هننقل بقى على منشور تاني لإنجي عبدالله شريكة نورة في العصابة مع داود. أنا في حماية الرئيس السيسي فتاح السيسي يا إناس يا كذا، طبعا دون الداعي لذكر السباب يعني، لكن هي بتتحدى أختها اللي هي بتعديها لأن أختها في صف الحق، وبتقولها أنا في حماية عبد الفتاح السيسي. عبد الفتاح السيسي بيحمي العارفة بالله إنجي عبد الله، العارفة بالله إنجي عبد الله بيحميها عبد الفتاح السيسي. طبعا مفهوم يعني عارفة بالله، يعني دجالة، نصابة، ساحرة، ممارسة للجنس الجماعي، ده هي الحقيقة يعني، مفيش حاجة اسمها عارفة بالله. عزيز مصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي ربنا يحميه، ربنا يحميه. طيب بخلاف بقى كلام داود في القنوات اللي على اليوتيوب اللي بيطلع فيها في الفترة الأخيرة في السنة ونص الأخيرة، وكلامه بقى عن الصحابي والصاحب ان هما الاثنين اصحاب وكانوا الاثنين في أجهزة مش عارف شبه بعض، وكانوا يعني الكلام العبيط اللي هو قاعد يقوله لغاية ما قال ان السيسي هو صاحب مصر، وصرح بأن السيسي هو صاحب مصر وان هو طبعا الصحابي وهو هيزر الرفاق، والكلام اللي هو ايه حضراتكم تابعتوه. طبعا جمهورنا القديم عارف انا بتكلم في ايه كويس جدا. نيجي بقى لعام 23، وده هنحط له عام عنوان كده هنسميه عام الرحمة والحنية المقدسة. عام ايه؟ عام الرحمة والحنية المقدسة، عشان احنا هناخد شوية رحمة وحنية مقدسة دلوقتي، يعني هتودينا جهنم بصواريخ اوسخ من الصواريخ بتاعت اخر الانبياء والمسيح المخلص وعزيز لسه. احنا رايحين بقى ايه في قصة تانية خالص. الورق ايدي كوهين في بداية السنة 2023 اعتقد كان في فبراير، نشر التويتة دي على حسابه: مفيش انتخابات 2024 احسن، لا يكون في اخوان ولا حاجة يا مصري، يا مصريين هو الشعب عاوز كده والجيش بينفذ رد الشعب، ما خلاص بطلوا هري بقى، خلص خلص الكلام، ربنا يخليك للمصريين يا ريس او يا رئيس ولا يا هباب. فإيدي كوهين سبق بالفكرة اللي هم جم رموها في شهر 9 اللي فات بأنها تبقى بايعة. فاكرين الوقفات اللي اتعملت في الشوارع للحشد وبتاع، كانوا عايزين يمرروها بايعة، فلما جات له الرفض الشعبي اللي حصل والامتناع واللطمة اللي اتضربوا بيها، ما كانوا عايزين مشروع بايعة بقى عشان يبقى الصاحب، ما هو تنصيبه يبقى شعبي،
ما لازم نسحى للكلام. فايدي كهم الاول بيسبق والشعب عاوز كده ودي والجهاز بينفذ اراده الشعب. فالحمد لله اثبتت الايام ان الشعب لا عايز كده ولا الجيش يقدر يفرض على الشعب حاجه زي كده. فاضطروا يكملوا في مسلسل الانتخابات. لكن لازم تقفوا عند اهانتنا على لسان الواد ده انه بيكلمنا يا مصريين. استهانه، استهزاء، عدم اكتراث، استهانه بمصر، استهانه بتاريخها. كل ده بسبب ايه؟ بسبب فتاح السيسي. لان فتاح السيسي لا شخصيه لها، لا شخصيه له معهم. ما يقدرش يوقف، ما يقدرش يرفع سماعه التليفون يكلم نتنياهو ينفخ نتنياهو بكلمتين ويقول له وقف الواد ده. ما يقدرش، لان اصلا الواد ده كلمته تمشي على نتنياهو، لان رتبته في الماسونيه اعلى، رتبته داخل المحفل اعلى، قربه للدجال اقرب. ايدي كوهين. امال هي صفاء الكوربيجي اتقبض عليها ليه بمجرد ما قالت ان هو ادمن المحفل؟ ها، مجرد ما قالت كده تاني يوم اتقبض عليها، تاني يوم مباشره اتقبض عليها. بقى لها سنتين النهارده ما نعرفش عنها حاجه، لمجرد ان قالت ان ايدي كوهين بعد ما اتكلمت عن صفاء. طبعا عرفوا ان هي بتتابعني والدكتور هالة فهمي، لان الدكتور هالة فهمي كان بتخش لي على البثوث وبتاع، ولما كنت بتكلم عن الحلقه الاخيره في العبس والعابسين وبمهد لها، فمره رميت سؤال بتاع ادعاء النبوه، فقلت هو مين ده المدعي النبوه على اللايف؟ فطبعا هم شافوا ده قال لك بس ده كده الليله الراجل ده هيتكلم، ده هيقوله والدنيا هتبقى تبوظ. فعشان كده كان من عوامل تاخير الحلقه الاخيره ظروف كتير، طبعا اكيد حضراتكم عارفينها كويس. لكن في النهايه بص، هما الامر وصل معانا لايه؟ بقمه الاستهزاء والاستهانه، بيدينا اوامر بروح امه وهو بيشتمنا وبيستهين بينا و و و، لان راس الدوله زي ما هما بيسموه ملوش قيمه. ملوش قيمه غير على الشعب، يطلع يزعق في الشعب، يتوعد الشعب، يشخط في الشعب، كده يفقر الشعب، يحبس الشعب، يجنن الشعب، كده. هو مسلط على الشعب، غير كده لا ملوش. بعد كده ايدي كوهين بحوالي شهر ولا حاجه نشر التويته دي في ابريل 23، برضو في 23 ابريل 23، بيقول من نظريات العالم اليهودي نعوم تشومسكي في اداره سياسه القطيع هي مخاطبه الحاكم للشعب بقواعد الالهاء، وهي كما يخاطب الاطفال مثلا ما تقلقوش البلد في ايد امينه، في ايد امينه قوي، وانتم نور عينينا وكله هيبقى تمام بعد شويتين، بعدين شويتين اصبروا عليا شويتين، وهلم جرة، محتاجين نعلمكم ازاي نحكمكم يا حكام العرب ولا ايه؟ اعتقد كلام واضح وصريح ومباشر بانهم متحكمين في كل شيء. ونرجع هنا لنص سيدنا الامام علي، يسيرون وراء كذاب اسرائيل. وقلنا السير غير المشي، السير خطوه عسكريه منتظم لا يجوز المخالفه فيها ولا يحصل تكدير. السير حاجه، كان سيدنا الامام علي يقدر يقول يمشون وراء كذاب اسرائيل، لكن قال يسيرون. حتى في الفقه، الحرب في الفقه اسمها باب السير، باب السير. فيسيرون دي يعني مرش عسكري التزام، قدم بالقدم والخطوه بالخطوه، والدنيا يعني حدش يقول بم والا يتقدر يروح في غيابات الجحيم. وبعدين بقى ايه، الجو بتاع الانتخابات قرب، فالولا ايدي كوهين يروح رامي لك ايه العظمه والابهه والجمال والهيبه والفخامه والحضور الرئاسي والكاريزما الطاغيه قوي وطيبه القلب واللسان، هو رئيس الكل، هو حبيب الكل، هو اخونا وقائد الانسان، بسم الله ما شاء الله، تحيا مصر، تحيا مصر، عاش السيسي. ونقطني يا جدع او رقصني، تحس ان هو يعني هم كلهم نبطشيه، يعني ما تستغربوش بقى ايه لما تسمعوا الاشرف الخولي يقول عنه نبطشي، هم نبطشيه، نبطشيه فرح، بيوقفين على النقوط، الرقاصه بترقص وهم بينقطوها، بيلموا النقطه عليها. ده بقى في سبيل تلميع الباشا قبل بقى الانتخابات، ما هو يعني مش كله ضرب ضرب، لازم يلمعوه شويه، يبقى في شويه تلميع، بس تلميع باستهزاء، باستهانه، باستهانه بيه وبينا وبمصر، اللي هو يلا بقى خلصونا يعني خدوه اسكتوا. هو كده عشان خاطر اللي هي هتمشي كده واحنا عاوزين كده، هو اللي هيتم كده. فبدانا بقى نعود لحملات الترويج السياسي المقدس،
وهلت علينا جريدة الصورة بالهادي المرسل. لماذا وهب الله مصر السيسي بعد السنوات العجاف؟ سر ابتعاد سر انقاذه للبلاد من مؤامرات اهل الشر والمنظمات المشبوهة في الخارج، جبر الرئيس خاطر المصريين بقرارات رفع المرتبات والمعاشات بعد الانجازات الكبرى. وهو الهادي المرسل، هو الهادي المرسل. الله، يعني مش سيدنا رسول الله الهادي المرسل، ده تأكيد على المعنى بتاع اخر الانبياء، هو غاز سيدنا النبي، النبي هو الهادي المرسل. عبد الفتاح السيسي، عبد الفتاح السيسي هو اخر الانبياء، مش محمد صلى الله عليه واله وسلم. انسوا محمد ده بقى، انسوه بقى يا عم، اشطبوا عليه. ايه محمد ده وقران وسنه وقال بيت وصحابه وابتاء؟ ايه ده؟ لكن احنا هنورث محمد بالحياه، وناخد موروث محمد، وناخد موروث ادوار موروث عياله واحفاده وننكره، وندعي النبوة صراحة. هادي مرسل، هو في هادي مرسل غير سيدنا رسول الله؟ هو الوحيد الموصوف بالهادي المرسل. بس خلاص، ما هو الوصف ده اوعى تكون نسيت يا اخر الانبياء. ازعل؟ لا انا ازعل بجد، يعني عشان احنا في كفر بين، في كفر بين، في عملية كفر بين. فا مسج بقى الايه؟ ادعاء النبوة والقداسة وانكار الرسالات السماء والتعدي على الله وعلى رسله وعلى ملائكته وعلى كتبه مستمر بقى. فنلاقي البابا توادرس يطلع يقول لك ايه؟ احنا مش محتاجين المسيح، احنا مش محتاجين المسيح، لم نعد بحاجة لنزول المسيح مرة تانية، لان السيسي يكفينا ويحمينا. توادرس يا مسيحيين، الاخوة المسيحيين اللي سمعيني، بقالكم 2000 سنة مصدعين العالم بقضية السيد المسيح، ونحن معكم، ونحن نؤمن بالمسيح ربما أقوى من إيمانكم به، لأن القرآن يعني أعزه وأكرمه وأجله، والقرآن فاجئكم بأنه حي يرزق عند ربه، والقرآن أعلى من شأن حضرة ستنا مريم عليها السلام، وأبرز صورة خاصة لحضرتها. فنحن نؤمن بالمسيح إيمانا أقوى من إيمانكم. فانتوا ازاي ساكتين على كده؟ ازاي سقابلين ان مفيش مسيح وان السيسي هو المسيح؟ ازاي قابلين ده؟ قبل كده المسيح المخلص، ودلوقتي احنا مش محتاجين ان المسيح ينزل. توادرس قرر كده، معاه مفاتيح القدر. فالسيسي بقى هو محمد مكان محمد ومكان عيسى ومكان موسى ومكان كل حاجة، وهو إله. عبد الفتاح السيسي الممهد الأول للمسيح الدجال. عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي مخفي النسب هو الممهد الأول للمسيح الدجال. ويلي أمر الناس في قاف العامرة، وهي عندئذ صاغرة، مخفي النسب، ثم تقطبه العقيلة، ثم يرثه ابن أخيها. وكان الناس في مشقة يسكتون من خشية، وفيهم رسل إفك وقراء زور وشرك، فيكون فيهم من يدعو إلى الله ثم يقوم فيقرع ويصول وينزع، ويكون واليهم
في حديث فينقطع فيقول فعلت وكنت، فيقال ما كنت ولا كنت، فتحدث رجة، فما أبهج الديار بالأمير المختار، له اسم جده ورسم في جسده، ويؤتى بعد ضيق بأربعة فتكونون في سعة، ثم يتلوه صاحب الوعد الآخر والميم المتفاخر، وحق له أن يفاخر. هو أخنص مصر، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يحكم مصر رويجل من بني أمية، أخنس أبقع، يلي بعد ذي سلطان، فيغلب عليه فيفر إلى الروم فيأتي بهم إلى الإسكندرية، وذلك أولى الملاحم والله المستعان، وذلك أولى الملاحم والله المستعان. ولما نسمع بني أمية يبقى على طول معهم صهاينة، على طول من غير ما نفكر، من غير ما نفكر. المهم نكمل بقى المسلسل. ياسر برهامي، السيسي يحقق معجزات لا يحققها إلا الأنبياء، يعني بقى مكان محمد وكل الأنبياء، هو خلاص السيسي هدية السماء لمصر، هزم الأشرار وحقق الاستقرار. خش بقى الحنية والرحمة. السيسي، الناس بيسألوني عن سبب الرحمة والحنية اللي عندي، بقول لهم البيت اللي أنا عشت فيه كان كده، بيت نبوة، بيت رحمة وحنية، ما هو بيت الرحمة ده بيت نبوة، ما الرحمة هي النبوة في المطلق، يعني في مفهوم العام هي النبوة، فبيت رحمة وحنية بيت نبوة. يعني أنا بعتبر نفسي كربنا سبحانه وتعالى، أنا بعتبر نفسي كربنا سبحانه وتعالى، يعني وده هو هو كربنا. في النهاية احنا وصلنا للمرحلة اللي احنا فيها دلوقتي، وتمت المسرحية السخيفة بتاعت الانتخابات بتاعتهم الاخيرة دي، والمشاهد اللي هنشوفها دلوقتي، الصور اللي قدامنا بتاعت اللجان في احد الدول الافريقية، هي تعبير رائع عن حقيقة الانتخابات دي، ان هم وصلوا انه اجروا مواطنين غير مصريين في دولة افريقية عشان يقوموا بالادلاء باصواتهم مكان المصريين، فلا الحقيقة قمة النجاح، وهو يعني مش عارفينه ليه. طبعا انا التوصيفات اللي هم وصفينها له في اخر الانبياء معجزات الانبياء ومش محتاجين المسيح، والتاني ده الهادي المرسل، وان هو هزم الاشرار والكلام ده، طبعا ده ملخص بقى ايه التوصيفات اللي موجودة في النصوص، عشان بس يعني ما نعيدش بقى الكلام ونزيده، يعني لان الكلام زاد وكتر والواحد تعب، فيعني اعتقد كده الامور كلها بقت واضحة. لكن دلوقتي احنا معادنا مع تسليط الضوء على الزتونة بقى بتاعت الكلام، نخلة الحنظل.
طيب قبل ما نخوض في الكلام عن نخلة الحنضل وتفاصيلها ونشأتها، عايز بس الأول أقول انترو صغير كده في الموضوع ده، سواء عن النخلة أو حتى عن الشجرة. كلا الفريقين النخلة أو الشجرة عشان ينمو ويترعرعوا فهم محتاجين لتربة فاسدة ومياه عكرة. وملخص المعنى ده هو البعد عن منهج الله الصحيح والقويم منذ انتهاء عصر الخلافة الراشدة بانتقال حضرة سيدنا الإمام الحسن عليه سلام الله، وبدأ بقى الملك العضود ودخلت الأمة في التفرقة والتحزب والشتات لغاية لما وصلنا للي احنا فيه. مع مرور الزمن بدأت عناصر دخيلة على الأمة العربية من أجناس مختلفة متعددة، مش في سبيل ذكرها دلوقتي غير لما يعني نعين أسماء رئيسية في الأمر. أولا بقايا الهكسوس، يعني لا أحد يظن أن الهكسوس اللي من آلاف السنين دول أمرهم انتهى وتلاشى للأبد، لا خالص، دول فضلوا موجودين، جانب منهم كبير فضلوا موجودين في جسد الأمة العربية، استوطن الأرض خصوصا المناطق البدوية لأن هم أصلا بدوا رحل، فمش جديد عليهم أن هم يعني يعيشوا في هذه الأماكن. مع بني أمية اللي هم بالأساس أصلهم رومي وليس عربي، مع بني إسرائيل أو بني يهوذا، مع أجناس بقى زي الشراكسة وأجناس اللي جت مع المماليك المختلفة دي. فالمزيج ده إبليس والدجال عرفوا يصنعوا منه شبكة من نقول إيه الأنسال والأنساب المترابطة بالتزاوج عشان تنتج لهم أجيال وشخصيات يقدروا هم يصنعوها ويوظفوها حسب هم عاوزين، حسب مرحلة الزمن وحسب مرحلة التاريخ أو سير التاريخ وحسب متطلبات العصر من زمن لآخر، لحد ما تيجي اللحظة الفارقة بقى في الزمن الحالي ويكون يعني إيه كريمة الكريمة بتاعت رجالتهم اللي أنشأوهم دي وصلوا. فمن هنا يجي فكرة نخلة الحنضل ونشأتها، فالأمر قديم في جسد الأمة وبقاله قرون وقرون. لكن في العصر الحديث تحديدا خلينا نركز بقى مع دخلة الحملة الفرنسية لمصر ومجيئها ببعثة من العلماء والفنانين والفلاسفة يعني بعثة متعددة مش عسكرية بس. فكان في وسط ده في بقى رموز للماسونية العالمية عرفوا يتواصلوا مع رموز في مصر هنا من رجالة الماسونية أو من نقول إيه من أذرع الدجال من سابق الزمن أو من قديم الأزل، وجيل بعد جيل بيسلم الجيل اللي بعد منه، وعرفوا بدأوا يكونوا أول مجتمع ليهم، وبدأ هذا المجتمع في أنه يكبر ويتغلغل في آليات العصر الحديث رويدا رويدا، وده هنشوفه دلوقتي إزاي. بس في البداية في يعني معانا وثيقة كده أحب أستعرضها لحضراتكم هتوضح أكتر معنى اللي أنا بقوله ده، ونقدر نفهم منها كلام كتير على الرغم أن هي ما تخصش مصر، هي تخص دولة الأردن وشعبنا وأهلنا وحبايبنا في الأردن. فعندنا المستند بيقول سلسلة الأصول الحقيقية للأسر والشخصيات التي تتصدر الحكم في بلداننا العربية والإسلامية، الأسرة الحاكمة في الأردن، ملوك سوريا والعراق سابقا والأردن حاليا، الأصل يهود أشكناز من يهود لشبونة ذرية عون، نسبة إلى جدعون المطيعي من يهود إسبانيا ومن مواليد لشبونة، وله ترجمة في الموسوعة اليهودية واللينك بتاع الموسوعة هو موجود، وحفيده إفرايم عون المطيعي أحد مؤسسي حركة السبطائيين اليهود الدنمة التابعة للحاخام الأشكنازي سبطاي زيفي أو شبطاي شبطاي تسيفي سنة 1666 هجريا في أزمير، ومنهم سليمان المطيعي صاحب الضريح في ديروت ومحافظة البحيرة في مصر بجوار قبر الحاخام أبو حصيرة،
وجدهم المتأخر الحسين ابن علي صاحب مكمهون الذي عينه حزب الاتحاد والترقي اليهودي الماسوني البريطاني شريفا على مكة، ليعلن بعدها الثورة الكبرى على العثمانيين ليمكن بريطانيا من احتلال وتقسيم أمة الإسلام. وقامت بريطانيا لاحقا بتعيين أبنائه ملوكا على سوريا والعراق والأردن، وتم إصدار تحقيقات نسبية مستفيضة وموثقة تثبت بطلان ادعائهم النسب الهاشمي المزعوم منذ عام 2008 ميلادية، وتوضح نسبهم الحقيقي اليهودي الأشكنازي، ومنصورة على مواقعنا ومنها مواقع نقابة الأشراف الطالبيين في العالم الإسلامي ياسين الكلدار الحسيني الهاشمي. طبعا هو كلام صحيح 100%، والكثيرين تأكدوا منه، وأي حد يقدر يتأكد منه أن هذا الرجل عبد الله بن الحسين وأسرته كلهم أسرة مدعية بهدف سرقة دور الإمام المهدي في الوقت المناسب. فيعني وده أمر ممكن نبقى نعيد الإشارة ليه في وسط كلامنا يعني. لكن لازم نبص للتربيطة بتاعت النسب، وإزاي بيعملوا النسب بتاعهم، ازاي بيخلقوا نسب مصنوع وما شابه. ولازم نقف عند مسمى الحسين ابن علي، لان اسم الحسين تكرر معانا حسين بركات، تكرر معانا حسين السيسي، فاسم حسين بيتكرر. ليه اسم حسين بيتكرر؟ حتى لو تتذكروا حضراتكم الولا اللي اسمه بتاع داعش ده ابو بكر البغدادي، كان الحسيني القريشي، الحسيني القريشي، يعني بقيت الاسم بتاعه اللي كان بيكمله يحط الحسين. ليه؟ لان حضرة سيدنا الامام المهدي عليه السلام الله هيكون من نسل الحسن والحسين، صحابي مصر من الحسن والحسين. باقي الرجال في مصر او في الامة العربية من الرجال الاعتباريين في اليمن، في خراسان، في بلاد الشام، في من نسل الحسين. فنسل الحسين عليه السلام الله هو الغالب، فهم عشان ينسبوا انفسهم لسيدنا الامام الحسين او يوهموا اتباعهم او اصحاب العقول البسيطه او ما شابه بالعمليه دي، فبيحشروا اسم سيدنا الامام الحسين في تنسيبهم في السلسله اللي بيصنعوه لانفسهم. فلازم تلاقي اسم الحسين متكرر في اكتر من موضع باكتر من طريقه، مره اسم اول، مره اسم تاني، مره اسم تالت، حسب يعني التوليفه جت ازاي. المستند اللي قدامنا دلوقتي مستند بيقول ان جمال الدين الافغاني تم ترسيمه رئيسا للمحفل الماسوني المصري، وده وثيقة الترسيم او جانب من الوثائق. يعني طبعا احنا في حلقات سابقة نشرنا وثائق اخرى لجمال الدين الافغاني ولمحمد عبده بخصوص انتمائهم للمحفل الماسوني في مصر، وكان تحت مسمى كوكب لوج او لوج كوكب الشرق. فدي بس يعني ليه توضيح ان الماسون كبار، يعني اسماء رنانة وكبيرة، واولا في الدين، في رجال الدين. ده جمال الدين الافغاني وتلميذه طبعا محمد عبده، وتلميذ محمد عبده رشيد رضا، وتلميذ رشيد رضا حسن البنا. دي صورة للمحفل او من داخل المحفل المصري في يعني فترة حكم الملك فاروق، يعني في الاربعينيات. طبعا الصورة دي لأعضاء المحفل، واللي قاعد في منتصف الصورة في المواجهة ده المفروض ان هو رئيس المحفل الذي يجلس على كرسي العرش السليماني او كرسي السدة السليمانية او كرسي الحكم السليماني، يعني زي ما هم بيقولوا. فوق منه هو المثلث او الهرم الماسوني، وبعدين حاطين صورة الملك، ويعني باقي بقى التفاصيل. والعمدان دي طبعا انا كنت شرحت العمدان دي قبل كده، ليها علاقة بطقوس سحرية وبتعبر عن موروث له علاقة بالحضارة المصرية القديمة والإغريقية. ورا منه هنلاقي فيه رمزية للشمس ورمزية للقمر، يعني الرمزيات الماسونية كلها موجودة في المشهد. لكن المهم اللي لازم نقف عنده ان كل الناس اللي قاعدة دي حوالي كم واحد، 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20، ورئيس المحفل او رئيس الجلسة 21، ولا واحد منهم احنا نعرفه. فالله اعلم مين دول ومين قرايبهم ومين عيالهم
ومين احفادهم ومين احفاد احفادهم وصلوا لايه وفي اي مناصب وعلى اي كراسي وتحت اي سلطات وتصرفوا في ايه وتصرفوا في ايه في مصر على مدار المئة سنة الاخيرة. بس الصورة اللي بعد كده اوضح شوية برضو من داخل المحفل، لكن بعيدا بقى عن يعني ان مفيش حد معروف وما شابه، في على اليمين وعلى الشمال اتنين بعمم. فيعني دي اشارة برضو الى وجود كوادر من الازهر وكوادر من الفلاحين. يعني يبدو اللي على اليمين ده لابس الزي الازهري، واللي على الشمال ده يبدو ان هو من اعيان الفلاحين. فده يورينا ان هم قد ايه متغلغلين والحد فين. دي صورة مهمة جدا برضو من داخل المحفل. عندنا اللي قاعد في منتصف الجلسة ده الفنان احمد علام، على يمينه من الخلف انور وجدي، اقصى يمين الصورة حاطط ايده على خده ده حسين رياض، اقصى شمال الصورة واخد بوز كده واخد جنب ده سراج منير. فدي صورة بتوضح لنا يعني جانب من اعضاء المحفل وهم مشاهير. يعني بدأنا ندخل بقى ايه في المشاهير، وطبعا في ناس قاعدة احنا مش عارفينهم، الله اعلم مين دول وبرضو مين قرايبهم ومين عيالهم ومين 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 ومين. صورة تانية برضو من داخل المحفل، ويوسف وهبي فوق خالص يجلس على كرسي سدة سليمان، تحت منه قاعد حسين رياض بالطربوش، وواقف حسين احمد نائب يوسف وهبي او نائب رئيس المحفل. حسين احمد اللي هو واقف لابس نظارة ورفيع ده يشبه دكتور مصطفى محمود كده، طبعا شتان من الاثنين، واقف في ايده شايل الصولجان ولا ساري ولا شايل ايه. محمود المليجي اقصى اليمين من فوق، تحت منه فريد شوقي، جنب منه محسن سرحان، عبد السلام النابلسي على شمال فريد شوقي، الياس مؤدب واقف يعني باصص بصة كده اهو من على جنب. فدي صورة من داخل المحفل ومشاهير الفن المصري أعضاء في المحفل برئاسة يوسف وهبي، وطبعا وجود أعضاء آخرين غير معروفة. وطبعا نفس السؤال هنسأله، مين دول وفين قرايبهم وعيالهم وأحفادهم وصلوا لإيه وعملوا إيه. صورة تانية برضو يوسف وهبي واقف ومعاه مجموعة، محسن سرحان، نابلسي، فريد شوقي، يعني نفس المجموعة إياها وأشخاص أخرى غير معروفة. صورة تالتة يوسف وهبي في وجود هذا الشخص، انا بس نسيت اسمه، هو اسمه عبد العزيز حسين، اسمه عبد العزيز حسين اللي لابس زي الرئاسة، ومعاه حسين رياض، وادي محسن سرحان، وورا في اخر الصورة من ورا في محمد احمد المصري او الشهير بشرف انطح، وفي جنب محسن سرحان ادي محمود المليجي واقف ورا. حسين عبد العزيز او عبد العزيز حسين اللي هو رئيس المحفل في الوقت ده. معانا صورة تانية دي برضو من داخل المحفل، جورج ابيض واقف اهو لابس النظارة السوداء اللي على عينيه، واللي لابس بدلة بيضة ده شخصية معروفة بس انا يعني مش قادر اجمع اسمه دلوقتي، وجنب منه يوسف وهبي، وجنب منهم عبد العزيز حسين ده، وعادي محمد فوزي المطرب واخرون. هنا يوسف وهبي واقف او يجلس على كرسي العرش، كرسي الملك سليمان، وده اسمه عبد العزيز حمدي، اسف مش عبد العزيز حسين، عبد العزيز حمدي الرئيس السابق والرئيس الحالي يوسف وهبي. طبعا الواد اللي عين الدجال فوق منهم اهي. هنا لما حسين رياض تولى رئاسة المحفل وهو يجلس على كرسي سليمان سنة 53، نركز في التاريخ 1953، واقف منه النائب بتاعه او نائب المرشد بجواره، تحت منه محمود المليجي لما تولى رئاسة المحفل وجلس على كرسي سدة سليمان. بعد كده هنلاقي زكي طليمات واحمد علام وكمال الشناوي، وهنا يوم تنصيبهم ويوم مراسم يعني استقبالهم وما شابه. يعني دي وثائق بتؤكد وجود المحافل الماسونية في مصر، طبعا في وثائق غيرها وكنا استعرضنا بعض منها في الحلقات السابقة للبرنامج، محفل فاروق الأول، محفل فؤاد الأول وما شابه.
بعد كده عندنا صورة لمحسن سرحان وهو بيؤدي الطقوس ومغمين له عينيه اهو عشان يؤدي القسم والمراسم وما شابه، وهي نفس الطقوس اللي كان أداها جمال عبد الناصر في اجتماعه السري بالتنظيم السري للإخوان قبيل ثورة 52. وهذه صورة هي تجمع لعبد الناصر والهديبي وبعض رموز الإخوان وبعض رموز مجلس قادة الثورة، وده بيؤكد العلاقة الوطيدة بين الاثنين قبل الثورة وأنهم كانوا جزء لا يتجزأ من بعضهم البعض، لكن طبعا لأن عبد الناصر كان بيخدعهم وهم يعني عادة الإخوان واللي هيشتروها يعني هما طبيعتهم كده طول عمرهم. وعشان بس الإخوان ما يتكلموش معنا كتير، دي صورة لمقالة من جريدة التاج الملكي المصري أو التاج المصري الملكي الماسونية اللي كانت بتصدر عن المحفل الماسوني المصري، وسيد قطب كاتب فيها مقالة طويلة عريضة بيوضح فيها أسبابه لماذا صار ماسونيا. وفي عهد عبد الناصر حكمت المحكمة بكفالة 20 جنيه وإفراج عن البهائيين، حكمت المحكمة بكفالة 20 جنيه وإفراج عن البهائيين. ده منشط للدكتور زقزوق وزير الأوقاف الأسبق دكتور محمود حمدي زقزوق رحمة الله عليه، وهو بيشير بأن المحافل البهائية ما هي إلا أوكار لإسرائيل. وهنا هنطرح بقى التساؤل المهم، هو ليه البهائيين متسابين من وقت عبد الناصر ما مسك السلطة وخرجوا بكفالة 20 جنيه، وليه في منهم كان واصل لمراكز مهمة جدا خصوصا في الصحافة وعلى رأسهم مؤسس المحافل البهائية في مصر الرسام الكاريكاتير محمود بيكار؟ يعني أسئلة عايزين نسأل حد يجاوب. الصورة اللي قدامنا دي صورة صلاح سالم أحد أعضاء مجلس قيادة الثورة وهو في السودان بيحتفل بتسليم السودان والتنازل عن السودان لإخواتنا في السودان. فالصورة بتتكلم وبتعبر عن حاجات كتير جدا 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 تخص أمور عديدة وتكشف حقائق كتير من غير ما نوضح الصورة، لأن هي صورة عار الحقيقة، صورة في منتهى العار. بعد كده نوصل بقى لأحداث يناير اللي بتختتم بالصورة دي اللي احنا مش فاهمينها لحد دلوقتي، الصورة اللي لا ليها مقدمات ولا ليها نتائج ولا ليها تبعيات غير ان كل اللي في الصورة دول بقوا زي الحلاوة. معانا وائل غنيم، يعني وائل غنيم حطه على جنب دلوقتي قصته قصة، لكن كل اللي في الصورة دول زي الحلاوة على الرغم احنا سمعنا عنهم ما في الخمر. وعايزين نفهم ايه سر الصورة دي وعلامة النصر وليه السيسي وليه محمود حجازي، ايه سر الصورة؟ يعني ماذا ترمز الصورة وايه اللي وراء منها وايه سببها؟ يعني ايه السبب اللي يخلي رموز من شباب الثورة كما كان يتم الترويج لهم يتقابلوا مع رئيس مدير المخابرات الحربية ونائبه تحت اي مسمى؟ يعني ايه الهدف من الكلام ده وورا منه ايه؟ طبعا الاجابات لو انا قلتها دلوقتي ممكن ما يتاخدش بيها، لكن باذن الله مع الكبير 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 هيبقى في كلام تاني بقى، والحقيقه هبان وادله وبراهين والناس ستصدم. بعد تولي السيسي للحكم وفي 2015 خرج خبر وفاه والده السيسي، والرئاسه تطالب بعدم نشر برقيات عزاء في الصحف والتبرع بقيمتها للأعمال الخيرية. طبعا في لغط أثير ساعتها في نفس التوقيت على أمر وفاة والدة السيسي، وكان ده بالتزامن مع حفل افتتاح التفريعة بتاع قناة السويس، وطبعا مش خافي على حد ان والدته تم حفظها في التلاجة لمدة 5 أيام لغاية ما تم عملية الدفن وما شابه. لكن خرجت بقى أقاويل كتيرة عن حقيقة جنسية وديانة والدته، وبدأ كلام كتير يتقال وإن والدته غير والدة أو زوجة والده، إن والده كان متزوج من يعني امرأة أخرى، وكلام كلام كلام كلام. وCNN نشر
الكلام ده في ابديت للداتا اللي تخص عبد الفتاح السيسي فاست فاكتس، ففي بعض المعلومات السريعه عنه، فهم يعني الكلام ده ابديتد في 28 يونيو 21، ابديتد تم تعديله وتحديث البيانات دي في 28 يونيو 21. يعني دي معلومات الشخصيه بتاعته، فدعونا من المعلومات الشخصيه، هو هنا كاتبين اسم الام سعاد محمد، طبعا الاب فوق منها، هو اسمه بالكامل، تاريخ الميلاد، مش عارف ايه، اسم الام سعاد محمد. ده الداتا اللي هتظهر قدام الناس اللي هيخشوا على السي ان ان يبحثوا عن اي معلومه تخص عبد الفتاح السيسي. لكن الناس الشاطره في الدعبسة على الانترنت وفي التعامل مع المواقع الالكترونية والمنصات وما شابه، عرفوا يخشوا للارشيف الخفي للسي ان ان المدون في مكتبتها الالكترونية بتاريخ في يونيو 2014، ولقوا البيانات كلها سليمة، هي هي مطابقة لما هو معروض في الظاهر ما عدا اسم الام مليكة تيتاني. يبقى ده حقيقة اسم والدة عبد الفتاح السيسي وليس سعاد محمد او سعاد محمود زي ما هو بيقال او بيشاع عنها، وانها هي اسمها الحقيقي مليكة تيتاني، وده بالتأكيد اسم ليس عربي وليس اسم مسلم. دي صورة لوالد عبد الفتاح السيسي ووالدته، طبعا واضح من الصورة انها صورة يعني كانوا تقدموا في العمر او في السن، مرحلة متأخرة من زواجهم، يعني ده واضح من الصورة. لكن معانا دلوقتي شايفين ده صورة لوالدته مقترنة بتفاصيل عنها. هذه صورة والدة عبد الفتاح السيسي المغربية اليهودية الأصل. توفيت يوم الاثنين الماضي والدة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ليبقى أهم ما نشر حولها حتى الآن أنها يهودية مغربية تزوجت سنة 1953 وأنجبت الرئيس السيسي سنة 1954 قبل أن تتخلى عن جنسيتها المغربية وتحصل على الجنسية المصرية، وكانت تلك طريقتها لتسهيل عملية ولوج الرئيس المصري الحالي للكلية الحربية عام 1973. المصادر الإعلامية سبق أن أكدت أن أصول السيسي تعود إلى يهود المغاربة، حيث ولد عوري صباغ خال والدة الفريق السيسي في المغرب، ودرس صياغة المعادن في مدرسة ثانوية فنية في الدار البيضاء، وكان في وقت لاحق معتمدا كمهندس، وتخرج من كلية الإدارة العامة، وعاش في مراكش حيث كان عضوا في حركة دروز، وكان أيضا عضوا في منظمة الدفاع اليهودية تحت الأرض همجين من عام 48 وحتى عام 1950. ده خبر صحفي مقترن بصورة لوالدة عبد الفتاح السيسي بيؤكد ما خفته السي ان ان على موقعها، لكن نسيت تخفيه من مكتبتها السرية وأرشيفها السري. دلوقتي قدامنا صورة تانية لوالدة عبد الفتاح السيسي داخل أحد المعابد اليهودية في الغالب، وده في الغالب في عرس أو في فرح أو ما شابه، وهي حاضرة العرس، يعني ما كانش عرسها أنا ما أقدرش أحدد بالظبط، لكن في النهاية يعني دي صورة أخرى ليها. احنا دلوقتي هنشوف صورة مهمة جدا 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 ومفصلية جدا 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 في كل اللي احنا قلنا ده، من بداية الحديث عن نخلة الحنظل لحد دلوقتي، وكل اللي قدمناه في الحلقة دي في صورة. الصورة اللي أمام حضراتكم صورة عبد الفتاح السيسي وهو يحمل مشتركا مع إحدى الفتيات صورة جمال عبد الناصر في جنازة عبد الناصر، متصدرين الجنازة بالمشهد اللي حضراتكم شايفين ده. طبعا اي حد دلوقتي ممكن يقول دي صورة عادية، ايه المشكلة في كده؟ طبعا صورة عادية، ايه المشكلة في كده؟ بس هو السؤال اللي بيطرح نفسه وبيفرض نفسه بشدة وبعنف، هو مين هو عبد الفتاح السيسي عشان يقف في صدر جنازة عبد الناصر
وتتلقط له صورة بالزاوية دي، بالبورتريه ده، بالكلوز ده، بالتنجيم ده، عشان تطلع له بعد 45 سنة من الجنازة عشان تتسوق له بيها في الانتخابات. وكأن هناك من يقول هذا ابننا، زرعناه والآن نحصده، زرعناه والآن نحصده. الصورة دي لا يجب أن تتوقف أمامها كثيرا. من الذي أوقف عبد الفتاح السيسي في صدر جنازة عبد الناصر وعبد الفتاح السيسي وقت جنازة عبد الناصر 28 سبتمبر 1970؟ من هو السيسي ده؟ حتى ما دخلش الحربية، ما قالوا يعني بره الليلة خالص، بره المنظومة تماما، بره المنظومة تماما. لكن الأمر مؤسس له من البداية، الأمر مزروع مخطط. وهنا يجي الرد على السؤال اللي بيجي دايما في أمر إزاي تحق بالكلية والمقاسات والأطوال خلاص بقى احنا كده فهمنا الأمور ماشية إزاي ورايحة فين وجاية منين. مع وجود ترامب في الحكم ومع مؤتمر الرياض الشهير، خرجت لنا الصورة دي بالمشهد ده اللي هو غير مبرر وغير مفهوم، إلا أن هؤلاء الثلاثة يجتمعون تحت عقيدة واحدة فاسدة، عقيدة السحر والإيمان بالسحر، لأنه هو منهج إبليس ومنهج الدجال اللي من خلاله هم بيسودوا وبيحكموا بالأسحار وبالقرابين وبالسحر الأسود وبما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، يستطيعون أن يسيدوا وأن يسودوا وأن يسيطروا وأن يحكموا طالما أن الناس غافلة. أما للملعون الدجال، يا رب تكون اتعلمت من الدرس ده وفهمت يعني إيه أبناء عمر سليمان، وتكون فهمت مين هو محمد عيسى كويس، وتكون فهمت إن أنا الولاية بتاعتك دي أريها من بدري قوي، أفشها لك من زمان، أفشها لك من زمان. وكل اللي أنا عرضته بيقول كده، كل سكرين شوت أنا واخده لها من سنين بيقول كده. ففكك بقى من الجو العبيط اللي أنت عامله واللي أنت عايش فيه بتاع هبعت لك مش عارفين يقطع لسانك ومين يقطع ودانك. ركز في الفيرجن العسكري، ركز في الفيرجن العسكري، ما تضيعش وقت وتقعد ترغي زي النسوان اللتات، لان انت اصلا يعني ايه راجل اهبل. ليه بقى؟ انا حته انت مسيطر ومش مسيطر والجو العبيط بتاعك ده، انا هثبت لك دلوقتي ان انت راجل اهبل رسمي. انت نشرت على صفحة المحفل بتاعك الملعون، نشرت البوست ده، قلت فيه أمام الإدارة الحالية للبلاد وقت محدد. والأول بس كده إيه أهم نتائج مهمة جدا لاجتماع الجمعية العمومية لأعضاء المحفل الماسوني المصري المعتبرين في جميع أنحاء العالم، تم عقده صباح اليوم عبر تقنيات الفيديو كونفرنس المكتب الإعلامي للمهندس الرئيس. أمام الإدارة الحالية للبلاد وقت محدد للتعامل مع الأوضاع الراهنة، وإذا فشلت في ذلك فإننا نؤيد وضع مؤسسات الدولة بأكملها تحت إدارة خبراء دوليين للقيام بتلك المهمة خلال إطار زمني محدد يتم التوافق عليه مجتمعيا. المحفل الماسوني المصري المهندس الرئيس. فيا رب يكون القادة سامعين وشايفين الكلام ده وبيتقال، بان صفحة المحفل المتحدثة باسم الدجال شخصيا اللي هي اكيد مش صفحة فيك ولا صفحة وهمية، عشان الكلام ده هيبقى عيب بقى وسخيف وقليل الادب وسافل ومنحط، وهيبقى قليل ادب وسافل ومنحط. كافة مؤسسات الدولة اللي فيها الجيش والمخابرات والعدل والقضاء اسف والشرطة ويلا، والبني ادمين والبلاد والعباد، يلا خش تحت الاحتلال المقنع تحت قبضة الدجال بقى، وتفرض بقى على الشعب شروط تجعله عبد رسمي. طب بص يا حيلتها، انا هقول لك حاجة بقى، انت كلمت مندوبك
وقلت له الكلمتين دول وزودت عليه وقلت له هو ازاي تتكشف الشبكات بتاعتنا بالطريقة دي، وعنفته على الموضوع ده واديته مهلة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه داخل اجتماع الخيمة. اجتماع الخيمة، فاكر اجتماع الخيمة يا ننص يا مسيطر؟ ولا يعور انت، ولا يعور، فاكر اجتماع الخيمة؟ فانت اديته ديدلاين. بعد كده هما كتبوا بقى ايه؟ نزلوا منشور تاني وهو ده عن المهندس الرئيس بتاريخ 1/11/22. هناك المكتب الاعلامي، هناك لجنة من الخبراء الدوليين التابعين لنا تستعد حاليا بالفعل لتسلم ادارة بعض الملفات المحورية واهمها الاقتصاد والتكاثر السكاني، وعام 2023 عام حاسم في تاريخ البلاد. هناك لجنة من الخبراء الدوليين التابعين لنا تستعد حاليا بالفعل لتسلم إدارة بعض الملفات المحورية وأهمها الاقتصاد والتكاثر السكاني، وعام 2023 عام حاسم في تاريخ البلاد. وأنا عايز أقول لك صح، عشان نثبت لك ان انت ولا ليك لازمة، وان الفانيلا هتسرق كده، هتتخطف منك كده الفانيلا، الفانيلا هتتخطف منك. ماشي يا بابا؟ انت راجل اهبل، انا دي قلت لك تفاصيل مكالمتك، انت راجل اهبل او تفاصيل اتصالك. روح فكر في الفيرجن العسكري الايام اللي جايه، طوفان هياكلكم، طوفان هياكلكم، والعبره بالخواتيم يا رحمك. المقطع اللي شفناه دلوقتي طبعا كتير من حضراتكم يتذكروا من البث المباشر باسم محاكمه نوره جديد، او يعني الجزء الثاني من ملف نوره جديد. وبنرجع نسال عن الخيمه، ايه سبب وجود الخيمه على باب البيت الابيض، ومين هو الشخص الخفي اللي وقفت العربيه امام الخيمه عشان يدخل منها ومحدش يشوفه، ولا الكاميرات ولا الصحفيين، في تزامن وجود عبد الفتاح السيسي وبنيامين نتنياهو داخل البيت الابيض مع ترامب. والباقي بقى كده حضراتكم فهمتوه وعرفتوه وفاهمين كويس مين هو الشخص ده، وايه هو كان الاجتماع ده، وايه اللي تم بعد منه. لو رجعنا الى الاجتماع ده في 2018 هنلاقي ان المسار اشتد جدا بعدها في اتجاه اسرائيل الكبرى واعلان القدس عاصمة اسرائيل. نخلة الحنظل بتمعن في التعبير عن نفسها، و بتحاول ان تمعن في اضلال الناس وفي تشكيكهم في دينهم وفي تشكيكهم في حقيقتهم وفي تاريخهم وحتى في تاريخ الأنبياء وفي نسب الأنبياء. فتخرج علينا جريدة الأهرام بهذا العنوان الغريب وهذا المنشط المستفز: اللاجئون في مصر مواطنون درجة أولى. ماشي يا سيدي، أم موسى هربت من أثيوبيا ووجدت الأمان لدى المصريين. أم موسى عليه السلام أصلاً أثيوبية وهربت من أثيوبيا وترجت لاجئة في مصر، يعني يكابد، يشابل، يكابد في بالعربية، يشابل بالإنجليزية، مش من بني إسرائيل، مش من أصباط بني إسرائيل، لا، من أثيوبيا. ده قصة كبيرة بقى، ده احنا بنعمل ليلة كبيرة، ده احنا بنخدم على اللي بيقولوا ان جبل ان سينا كلها في أثيوبيا مش جبل الطور بس، احنا كده بنخدم على اللي بيقولوا ان سينا كلها في اثيوبيا مش جبل التور بس. بس انا بقى في ايه
لقطة هنا عاوز اقف معاها مهمة لحضراتكم كلكم بالذات متابعينا القدامى. مين منور الصورة تحت على الشمال؟ سيادة الدكتور المستشار صلاح الدين فوزي، خال محمد عيسى داود. خال محمد عيسى داود. بتهيألي مفيش حاجة صدفة. مفيش حاجة صدفة. كل شيء مربوط ببعضه ومربط ومخدم على بعضيه البعض. من رموز الماسونية المهمة جدا الرمز اللي احنا شايفينه اللي هو البرجل والمعين ده اللي هو الرمزيات بتاعتهم دي يعني. فده رمز غريب كده هما ليهم قصتهم فيه وتفسيره، وانا ما بهتمش بتفسير معانيهم عشان هي ما تقصناش في حاجة. انا اسمها هابيل ومعاتيح وبيصنعوا لانفسهم يعني ايه تراث، وهم ناس هبلة. لكن الغريب بقى لما نلاقي ان القوات المسلحة المصرية دون داعي ودون شيء نفهمه في احدى انشاءاتها الجديدة تعمل الرمز ده. ايه ده؟ لماذا يرمز يعني؟ ايه علاقته بهويتنا الاسلامية او العربية او المصرية في اي مرحلة من مراحل الزمان؟ ده باختصار هو نفس الرمز اللي شفناه بتاع الماسونية باختصار يعني. فنخلة الحنظل بتقول انا دلوقتي صوتي عالي وايدي عالية جوه مؤسسات الدولة. ايها السادة، الامر قديم ومؤسس له منذ القدم، لان الامر كله خطة شيطانية دجالية، مؤامرة محكمة لجل التصدي لقدر الله. التصدي لقدر الله. الناس دي بتتعامل مع الله بمنطق الند، منطق التنافس، مش بمنطق العباد والخالق او المعبود. فهم بيتعاملوا من هذا المنطق، وان هم الدنيا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فبيسعوا في الدنيا بتخطيط ميكيافيلي دون الاكتراث باي شيء لجل ظنهم العبيط ان هم هيقفوا امام قدر الله. الامور اللي اتكلمنا فيها النهاردة على الرغم ان هي ممكن تكون صادمة كتير بالنسبة خصوصا فيما يخص ادعاء النبوة والتأله والامامة وكل بقى الكلام فيه. الحلقة النهاردة اعتقد يعني مش حلقة عادية، دي مجموعة حلقات في بعضها واستثنائية بكل المعاني. لكن الجذور للامر ده كله موجودة وموثقة بإيدهم وفي كتابهم، هم بينشروا الحاجات دي زي مثلا الموسوعة اللي قدامنا دي، دار المعارف الماسونية المصورة، صفحات جديدة في تاريخ الإنسانية، طبعة 1961 الجزء الأول، ويعني باقي بقى التفاصيل. إخواننا الكرام في الدول العربية، أيها السادة، ما يطبق في مصر يطبق حرفيا في بلدانكم منذ سنوات وسنوات أيضا، وكل بلد حسب أهميتها في خريطة النبوءة. في خريطة النبوءات تأتي كل بلد لها أهمية وكل شعب له دور، وحسب أهمية كل شعب وأهمية كل بلد وأهمية كل دور بيتم تطبيق نفس السياسات ونفس الاستراتيجيات دي عندكم. واللي هيفتش هيلاقي في كل بلد عربي وجود للمحافل الماسونية، وأمامنا دلوقتي رمزيات للمحفل الأردني والمحفل السوري. ويعني كنا في حلقات سابقة من العبث والعابثين استعرضنا برضو رمزيات لمحافل في بلدان أخرى. قبل ما ننهي كلامنا النهاردة ونقفل الملف بشكل نهائي، لازم نعود ونذكر الجميع بأهداف الماسونية. أهداف الماسونية تكوين جمهوريات عالمية لا دينية، محاربة الأديان القائمة، بث روح الإلحاد والإباحية بين الشعوب، القضاء على الأخلاق، جعل الماسونية سيدة الأحزاب، إسقاط الحكومات الشرعية. وهم ليهم خطوات ثابتة بيمشوا عليها لجل الوصول لهذه الأهداف. الخطوات دي بتتلخص أولا اختراق الدولة
بالمعونات وتمهيد الأرض، التعاون الدولي وإنشاء المجتمع المدني، التدريب على الديمقراطية باستخدام برامج التعاون الدولي، إنشاء كيانات رسمية وغير رسمية مثل 6 إبريل كفاية الجمعية الوطنية للتغيير، نشر جمعيات حقوق الإنسان للتجسس على الدولة، بعثات تدريبية لعمليات غسيل المخ، استغلال المشاكل الاقتصادية والاجتماعية لمحاربة الدولة، رفض جميع النقاط السابقة وإحداث تناغم بينها، ضرب جهاز الأمن الداخلي، ضرب الاقتصاد القومي والقضاء عليه، ضرب الجيش الوطني وتفكيكه. لو بصينا في الأهداف وبصينا في الخطوات ودققنا في اللي احنا استعرضناه ده كله، شوفوا حضراتكم وصلتم لفين بالظبط، وما هو الذي يمورس عليكم من هذا، وايه النتائج اللي تحققت عليه، وهل هذا كله ادى وسيؤدي الى الصورة اللي امام حضراتكم دلوقتي، وهي اسرائيل الكبرى، حلم اسرائيل الكبرى، هذه الافعى التي تلتف حول جسد الامة العربية لتحتضن يعني فكي او تحتضن شقي الامة، مصر والعراق من النيل للفرات. شوفوا كده الوضع على الارض دلوقتي عامل ازاي، شوفوا احنا كنا فين ووصلنا لفين، شوفوا ده حصل ازاي وتم ازاي. واعتقد بقى يعني احنا خلصنا كلام واحنا في محك ومفترق طريق ما بين كفر وما بين ايمان. اما ان نكون عبادا لله بحق متجردين من كل هوى، ايا كان الهوى، نتبع الله ورسوله وفقط، نعلي من شأن قضايا الدين الاساسية، ونواجه حزب الشيطان، او هنستسلم والامر انتهى على كده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وانتصروا. ارجو ان كل الناس تفكر كويس في اللي عرضناه النهاردة، وعايز اوجه رسالة لكل المعارضة، ارجو اللي هيشوف منكم الكلام ده يستوعبه ويفكر فيه كويس، وارجو ان انتوا تتجردوا عن افكاركم اللي لا بتقدم ولا بتأخر ولا قدمت اي حلول ولا هتقدم اي حلول ولا هنشوف منها حاجة. ارجو تفهموا العدو الحقيقي، تفهموا طبيعة المعركة ماشية ازاي، وايه متطلباتها، وايه اللي المفروض يتعمل. واللي تعرض النهاردة ده خير محك للجميع، خير محك للجميع، لان كفايانا كلام فاضي. احنا النهاردة اتكلمنا في الكلام المليان اللي يملى الدماغ ويضرب يعني ونقول ايه اعماق المخطط. بفضل من الله سبحانه وتعالى احنا اعلننا الحرب من عدة ايام في احد البثوث على شياطين الانس والجن من الصحراء والمرضى وادبحهم وما شابه، والحرب مستمرة، واعتقد هذه الحلقة استكمال لما اعلناه. وارجو من الله سبحانه وتعالى ان انا اكون وفقت في استعراض يعني هذا الملف، وان انا اكون صدقتكم الوعد، واكون يعني قلت او نفذت وعدي، وفعلا ما قدمته كان يستحق الصبر ويستحق المعاناة ويستحق يعني كل ما تعرضنا له في الفترة الماضية، وان تشويقي ليكم كان له معناه وله ثمنه، ويعني افاد حضراتكم. انا في احد البثوث الخاصة بعصابة محمد عيسى داود وجهت كلام للدجال، وقلت له استعد للفيرجن العسكري، وبرجع اكرر كلامي تاني وبقول لك استعد للفيرجن العسكري، وكفاياك هبل، على الرغم ان انت مش هتاخد بكلامي ده، انت هتكمل الهبل بتاعك والعبط بتاعك لاخر نفس والاخر تنتوفة. انا فاهم ده كويس، بس انا برضو عايز اكرر لك تاني كلامي، استعد للفيرجن العسكري. اما لمدعي النبوة المتأله ممهد الدجال الاول، زي ما قلت لك قبل كده
لم شنطك. فهكررها لك تاني، لم شنطك ولو سمحت سيب مصر وامشي. سيب مصر وامشي، لان انت دنست مصر وصمتها بالعنات واصبتها بالكثير من الخراب والدمار والدماء. ولا احد ينسى ولا تنسى انت ان اولى تلك اللعنات هي الكفر والالحاد بادعائك للنبوة وبادعائك الانتساب لحضرة سيدنا رسول الله وبادعائك ما ليس لك وما ليس لك به علم وليس من حقك. هذا ادعاء كافر كاذب دجالي باطل. الرضا به كفر، الرضا به كفر. الامر خلص وانتهى، لكن كلمة النهاية مش معايا. كلمة النهاية انا لا املكها، كلمة النهاية مع الكبير. كل نقطة دم انا سببها هتحاسب عليها. مفيش خروج. كل خراب انا سببه انا هتحاسب عليه. مفيش جبن بعد كده. لازم الناس تعرف الحقيقة يا اخوانا. انا الحمد لله رب العالمين، يعني من ساعة ما ربنا اراد ان انا اكون موجود هنا. لازم الناس تعرف الحقيقة. انتوا بعتوا محمود. انتوا وزعتوا مسراتي وتوبيت. انا موزعت مرسورات. انتوا ضيعتوا البلد. بس على ان انا ما ايدي تبقى كده. انا في 2013 و14 ولغاية حتى سنتين فاتوا انا ما كنتش بادئ بالعدوان ابدا. كبير. فنسأل الله أن يعجل بالفرج ويعجل بالبغتة ويعجل بساعة الحسم، ونسأل الله الخلاص وأن تخرج مصر من براثن الماسونية العالمية وتتخلص من كل رجال الدجال على أرضها. أرجو أن أنا أكون وفيت، وأرجو أن حضراتكم تكونوا استفدتم من كل ما قدمناه بإذن الله. يعني نلتقي على خير في أقرب وقت. خالص تقديري وتحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.